صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج الضحى العود، هذا البرنامج الثقافي الرياضي المنوع والذي يأتيكم عبر القناة الرياضية بتلفزيون دولة الكويت قناة سبورت الرياضية. حياكم الله وصباح الخير افتخار. صباح الخير عليك محمد، وصباح الخير عليكم مشاهدينا. صباح الخير والعطاء والأمل والعمل، صباح الابتسامة الجميلة اللي نتمناها لكم خلال متابعتنا اليوم. ضحوية ممتعة إن شاء الله معنا خلال الساعة ونص القادمة أنا وزميلي محمد بقريص. صباح الخير لك افتخار، وصباح الخير نقولها لكل الموظفين واللي مداومين اليوم في صباح تفاؤل. قول تبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نتمنى أن تكون الابتسامة هي شعار أغلب موظفينا اللي قاعد يتابعونا واللي أيضا يعني موجودين على رأس أعمالهم حاليا، لأن بالنهاية قد يكون البعض عنده مشكلة، عنده معاملة صعبة الإنجاز، فبالتالي يمكن الابتسامة تمتص غضب المراجع. الابتسامة حتى لو ما انتهت المعاملة افتخار، الابتسامة لها مفعول السحر دائما. صحيح، الابتسامة نكسب فيها القلوب، والابتسامة تعكس ما في داخلنا مشاهدينا، فندعو دائما إلى الابتسامة ونخلي اللي نحس في داخل مثل ما هو. فالابتسامة يعني الواحد يلغي مشاكله، يفصل، يعني المراجعين ما لهم ذنب، يمكن حتى يرتاح نفسيا المراجع إذا استقبلته في ابتسامة جميلة مثل ما أنا اليوم استقبلتك محمد في ابتسامة كانت جدا رائعة. شاك الله خير. إذا المشاهدين الكرام ندعو للتفاؤل والابتسامة والأمل. نروح حق يعني أول فقرة عندنا اليوم، فقرة الصحافة الرياضية المحلية. نشوف هذه الفقرة ومن ثم لنا عودة مع ضيف جميل بعد قليل. نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من الأنباء التي أكدت أنه وضح خلال تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل معلول على محترف نادي الشباب السعودي سيف الحشان في مركز الجناح لتعويض غياب فهد العنزي نجم نادي الكويت والذي تم استبعاده من معسكر المنتخب والمقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض مباراتي كوريا الجنوبية ولبنان يومي 8 و13 من أكتوبر الجاري ضمن مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الأسيوية الموحدة. وبالذهاب إلى جريدة الجريدة، فإنها قد أوردت خبر تعادل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة مع نظيره النيبالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في مملكة البحرين عام 2016. وبهذه النتيجة صعب منتخبنا الوطني الموقف على نفسه في المنافسة على قمة المجموعة ومن ثم التأهل للبطولة القارية. أما السياسة فإنها قد سلطت الأضواء على تصريح السيد مؤيد الشهاب مساعد جهاز الكرة بالنادي العربي الذي أكد فيه أن اللاعب الجزائري كريم مطمور المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم طلب فسخ عقده بالتراضي مع مجلس الإدارة بناء على رغبة أسرته في مغادرة البلاد. وأضاف الشهاب قائلا: وفرنا مقر إقامة مثالي لمطمور، ولكن اللاعب طالب بتوفير بعض الامتيازات الأخرى التي تعهدنا بتوفيرها له بناء على العقد المبرم بين الجانبين، مردفا إلى أن القرار قد يكون في صالح العربي خصوصا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة. وإلى الرأي التي نقلت إشادة رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية المهندس الدعيج العتيبي بتألق رماة المنتخب الكويتي في مسابقة سكيت للرجال في البطولة العربية 12 للأطباق الطائرة سواء على الصعيد الفردي أو الفرق، وقال أن رماة الكويت أثبتوا تميزهم في المسابقة وتمكنوا من حصد 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية، ولفت إلى أن 5 من رماة منتخب الكويت المشاركين كانوا مؤهلين لدخول الدور نصف النهائي، إلا أن العدد المسموح به لكل دولة هو 3 رماة فقط. في
ابتسامة. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا الصحفي عبد العزيز جاسم، نقول له صباحك الله بالخير عبد العزيز. صباح الخير عبد العزيز، احنا قلنا يمكن قبل المقدمة يعني ضيف جميل، وانت دائما يعني نورنا بابتسامتك المعهودة خاصة مع زملائك في الأنباء وجميع الصحف المحلية. وعلى طاري الأنباء أنا بس أستذكر مبارك لقيان، قل الله يرد إن شاء الله بالسلامة، بعت رسالة بالأمس إنه ذاهب إلى يعني فحوصات طبية في لندن. أي نعم. الله يرده بالسلامة إن شاء الله. صبحكم الله بالخير وابتسامتكم، أنتم اللي منورة دائما بوجودكم تقريبا اليومي. ونقول أبو فهد الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله ترجع سالم معافى لأهلك هنا في الكويت، وإن شاء الله يعني كالعادة حلقة تكون مميزة من حلقات الضحل العود إن شاء الله. نبدي وياك عبد العزيز، تسمح لي أبلش أنا بما تخصصي كرة. دائما يعني إحنا نقول الجماهير تنتظر النجوم، واليوم احنا بانتظار سيف الحشان في منتخبنا الوطني في اللقاء القادم امام كوريا الجنوبيه. بيوسف شوف، سيف الحشان الان هو يعني مثل ما تقول اعاده ثقه اول شيء بينه وبين جمهور القادسيه حتى لو من خلال المنتخب. نعم. هذه نقطة لازم الجمهور يعرفها. الأمر الثاني، سيف الحشان راح يكون من أكثر اللاعبين تحت الضغط في مباراة كوريا الجنوبية إذا أشرك الكابتن نبيل معلول أساسه، ومن الواضح من خلال التدريبات في قطر ومن خلال مراسلينا في قطر وغياب فهد العنزي، من الواضح أن أصلا أوراق رابحة قليلة في منتخبنا، مع احترامي للي موجودين لكن تبقى الأوراق رابحة قليلة بالنسبة للأسماء الموجودة، خصوصا تتكلم عن غياب فهد العنزي يعتبر من أبرز أوراق الرابحة. نعم. تواجد سيف الحشان في المنتخب الآن يعني مثل ما تقول بالنسبة لنبيل معلول إثبات وجود مرة ثانية أن المنتخب الكويتي بالفترة الحالية أو أن استدعاء سيف الحشان بالفترة الحالية يعتبر قرار صائب وسليم، خصوصا أنت تعرف أبو يوسف متابعين الموضوع أن سيف الحشان صار عليه لغط كبير أنه شلون تضم لاعب خرج في هذه الطريقة وأنتوا في شك كاتحاد كرة قدم في وقت سابق. نعم. ما كنتوا تضمون اللاعبين يطلعون في هذه الطريقة، فأعتقد أن هذا الأمر راح يكون ضغط للمدرب نبيل معلول، ضغط لسيف الحشان ان شاء الله يتحول الى ضغط ايجابي، احنا ما نبي ضغط سلبي لان هذا بالنهايه مصلحه طيب المنتخب. طيب اختياره كجناح، هو اساسا سيف الحشان يلعب وسط. نعم. وسط مهاجم، اختياره نبيل معلول حطه انه كمركز جناح، هل اختيار صحيح وهل راح يخدم الفريق؟ هو شافه، شوف يعني اختي شافه مع منتخب مع نادي الشباب عفوا. نعم. في الفتره السابقه. نعم. لعب في مباراه ومباراتين كجناح ايمن، قدم مستوى مميز من خلاله سجل هدف رائع في احدى المباريات، فاعتقد ان تواجده في هذا المركز مميز. لكن كرؤيه شخصيه انا اشوف ان بدل مطوع هو انسب كجهه في الجناح الايمن، وسيف الحشان يلعب كصانع. ليش؟ لان صراحه دقه التمرير عن سيف الحشان، المراوغه في الوقت الحالي سيف الحشان افضل من بدل مطوع. بدل مطوع ممكن يمتلك السرعه اكثر من سيف الحشان، فاعتقد اللاعب الجناح يحتاج الى سرعه اكثر من المهاره والدقه في التمرير. فانا اشوف ان يعني لو المدرب نبيل معلول يسوي بينهم مداوره من خلال التدريبات ممكن مفيده. وانا سالت اكثر من مدرب وطني وسالت اكثر من يفضلون ان بدل مطوع يكون في الجناح الايمن، خطورته تكون اكثر من انه ينزل في وسط الملعب. والامر الثاني ان بدل مطوع لما يكون كجناح ايمن راح يكون قريب حيل من المرمى، وبدل مطوع عنده حس تهديفي وتقريبا من ابرز هدافينا في الفتره الاخيره وهداف كاس اتحاد الاسيوي الفتره الماضيه، فاعتقد ان يعني هذه الامور كلها راح تساهم تساعد منتخبنا. لكن يبقى رؤيه المدرب يشوف انه سيف ممكن يشغل هذا المكان. عملية توظيف اللاعبين في النهاية تبقى للمدرب، واحنا راح نحكم عليه بالمباراة. شوف يوسف، احنا مو لازم بس لازم نقول راينا بعد المباراة، لازم نقول قبل المباراة. صحيح. عشان المدرب دائما المدربين مع احترام لهم سواء كان وطنيا او جانب، انت تقولوا كاعلام وصحافة توجهون اسهم الانتقادات دائما بعد المباراة، ليش يعني ما تقولون قبل المباراة؟ احنا نقول قبل المباراة. نعم. بس هم ما يسمعون للاسف يا يوسف. نعم، ودائما يعني يقولون انتم يجب ان تدعمون، احنا ندعم المنتخب شيء طبيعي، لكن من يعني على قولتهم الحرص بعض الاحيان الزايد الافتخار، انه ودك منتخبك يطلع بافضل صورة، حتى لو كانت مثلا يعني ببعض الاحيان اوكي مضطر للخسارة، فريق كوريا فريق بالنهاية قوي، لكن ايضا ودنا منتخبنا يلعب اكيد، ودائما حتى من الناحية العاطفية ودنا الفوز، وهذا شيء طبيعي حق اي فريق واي منتخب في العالم. لكن ايش رايك في مساله المعسكر في قطر عبد العزيز بالاضافه الى تفضلك؟ اي نعم، هم دائما ان شاء الله لازم يفرقون بين الانتقاد. انا يعني اللي عرفت ان الكابتن نبيل معلول يقرا حق يعني الصحافه، لان بحكم انت تعرف ابو يوسف انه محلل هو، فاكيد يقرا للصحافه والاعلام شو يكتبون، محلل جيد في ومعلل جيد في البيئه في يعني. نعم. في يعني ما شاء الله. نعم. فاعتقد يقرا للصحافه والاعلام ويعرف هالامور. حتى في مره من المرات والله يعني كلمني على انا انتقدت خط الدفاع وش ذي، كلمني يعني شخصي قال يعني جادلني في هذا الموضوع، فهو يعني هذا امر مميز بالنسبه للمدربين. نعم. انا اشوف ان المعسكر في الدوحه يعني
استغربت صراحه، لكن هل هم يعني بيطلعون اللاعبين من جو الضغط الاعلامي في الكويت، من ضغط الضغط الاعلامي الان تحول يعني مو بس مو بس اللاعبين عن التواصل مع الاعلام بعد استاذ عبد العزيز؟ يمكن نيه هو انه يفصل اللاعب عن التواصل. هو امس من الامس او اول امس تقريبا كان يريح نفسيا، يعني اعطى تعليماته بعدم اي تصريح فعلاً من اللاعبين او الاداريين، والتركيز فقط في التدريبات. انا اشوف انه ان هذا المعسكر فقط راح يكون، لانه هو رفض المباراه الوديه، رفض اي تجربه وديه، من الواضح تركيز فقط على التدريبات. انا اشوف ان المعسكر في قطر يعني للتجمع لا اكثر، عدم يعني حصول اعتذارات، لان مثل ما تعرفين هنا في الكويت دائما اللاعبين عندنا شوي يعني اذا كان المعسكر في الكويت والله عندي ظروف عائليه، عندي الاهل، عندي ما ادري، عندي عرس، عندي حاله وفاة لا قدر الله من الامور، فاول مدرب ما يبي هالامور صحيح، وجدا يبيهم كان يركزون من الامور يعني اللاعب، بالتالي هناك ايجابيات للمعسكر بشكل جيد. اي في اي في في, في في امور ايجابيه، لكن انا اقول انه يعني احنا نجيب تاريخ 6، نعم قطر قريبه، لكن انا كان ودي يكون هني اكثر في الكويت، يعني اكثر فتره في الكويت، وكان بصراحه ودي طالب انه يقلل وقت المباراه، يخليها 5 بدل 6، يعني شوي مع حراره الاجواء، لكن ما ادري اتحاد هالامور ما يفكر، يعني ممكن ما في تخطيط في هالامور، لان مثل ما تعرف حراره الجو ممكن تساعدنا احنا اكثر، يعني بحكم اننا متعودين. بس هاي التوقيت اعتقد يعني مفروض يمكن من قبل الاتحاد الاسيوي، لا ما يفرض عليك يعني وقت معين بالضبط، لكن نعم هو يعطيك خيارات معينه. نعم. طيب عندنا احنا مبارتين في تاريخ 8 وفي تاريخ 13 اللي مع لبنان وكوريا، شنو تتوقع مشوار المنتخب فيها؟ توقعاتك؟ والله نشوف اختي، انا اقول اذا حصلنا على 4 نقاط من هالمباراتين، تعادل وفوز، نعم انا اقول ان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا متاهلين الدور الثاني من التصفيات، حتى لو خسرنا لا قدر الله في كوريا. نعم. في اليابان حتى ممكن كوريا يكون حاسم التاهل بالمركز الاول، وانا صراحه عجبتني نظره التحدي حاصل يعني. اي عجبتني نظره التحدي عند مدربنا ابن معلول، قال انا بالمركز الاول ما المركز الثاني، وهذه الثقافه بيوسف صراحه من زمان ما شفناها في اللاعبين، يعني من المراحل السنيه انا قاعد اشوف ثقافة الفوز مفقودة على اللاعبين، احنا لازم نحتاج ثقافة الفوز، فاعتقد ان هذه الثقافة المدرب الان ادخلها. احنا يعني ما نبي ننتقد انتقاد سلبي جارح للمنتخب، لا احنا ننتقد انتقاد بخصوص التشكيلة، بخصوص بعض الاختيارات، لكن بالنهاية لما تبدا المباراة وتبدا التشكيلة كلنا قلوبنا مع الازرق. طيب نقفل المنتخب الاول ونروح حق ازرق الشباب اللي بالامس يعني الحقيقة تعادل بطعم الخسارة وتعادل مرير كما نقول مع نيبال. تعادل بطعم الخروج انا اقول، يعني تقريبا بصفة انت التعادل مع نيبال، المنتخب اللي معك في نفس المجموعه المنتخب الايراني يفوز عليه 10-0 ويوسف. نعم. تي انت تتعادل مع واحد، انت ما تتكلم على 2-3-4، احنا في كره القدم شواذ في النتائج، لكن تكون 5-4 مو 10. نعم. العشرة دليل على ان الفريق اللي امامك متهالك ضعيف بالمعنى الكويتي، بين قوسين فريق ردي نقوله. فانا اقول ان اللي صار بالمباراه انا اعتقد ان اللاعبين ما كانوا يعني استهانوا في المباراه، وهذه أصعب أمر يعني أمر خطير خصوصا في مرحلة الشباب، هذا الأمر مرفوض تماما أنك أنت يعني تستهين في المنافس أو عدم احترام الخصم أنه خسر 10 والله أنا على الراحة راح أفوز عليه، بالعكس سجل عليك هدف. يعني هل أثرت المباراة اللي قبل على نفسية اللاعبين فوز إيران عليهم؟ لا بالعكس، مفروض يعطيهم دافع معنوي، ممكن اعطاهم الثقه انه منتخب ضعيف، هو الثقه هذه ثقه سلبيه اللي حصلوا عليها مو ثقه ايجابيه. هذا ايضا دور الجهاز الفني والاداري في يعني اكيد تعاملوا معه. نعم اكيد تعاملوا، يعني المدرب وليام مدرب غدير من ايام القادسيه والمنتخب الاولمبي، مدرب يعني مو مدرب يعني جديد، يتكلم قليل الخبره وقليل التجربه. نعم. كابتن ناصر بنيان انت تعرفه يعني غني عن التعريف في هالامور. نعم. لكن لاعبين المراحل السنيه اسال اي مدرب، روح حق اي مدرب في العالم قول له يعني شنو اصعب شيء، يقول لك المراحل السنيه مو الفريق الاول، انت تحتاج زرع ثقه فيه، تحتاج الى تعطيه ثقافه احترام الخصوم، تعطيه امور وايد، هذه الامور ما تحتاج تعطيه للاعب الاول، اللاعب الاول تعطيه طريقه اللعب وخلاص دش الملعب. صحيح. اما في المراحل السنيه امر صعب. تأسيس. انا اقول للاسف 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 ضيعنا فرصه كبيره، احنا ممكن نفوز على نيبال، والمنتخب الايراني يحتاج التعادل في اخر مباراه، نلعب معه على التعادل ونتاهل كافضل ثاني في المجموعات، الان امر صعب، احنا باكر ما نملا. تتوقع انه راح يتاهل الى منتخب الشباب، راح يتاهل الى النهائي القاري؟ احنا ان شاء الله ما يطلع حاجه ما نحط بنفسياتهم، لكن امام المنتخب الايراني في ايران وحتى المراحل السنيه، يعني صدقيني المراحل السنيه في ايران جمهور يدعمهم وحضور جماهير راح يكون، فاعتقد ان التاهل صعب، من الممكن اذا حصلنا على نقطه التعادل ممكن يعني ممكن. طيب من يتحمل مسؤوليه هذه النتيجه؟ يعني احنا نقول يعني في بعض الاحيان حتى ممكن الخساره تكون مفيده، لكن التعادل مع فريق بهذا المستوى معناته هناك خلل،
الخلل كبير، من يتحمل المسؤولية؟ أول شيء المدرب. أنا دائما أول شيء دائما أي خلل أحمل المدرب، لأن اللاعبين اللي داخل الملعب هم من اختياراته، مو من يعني ما يفرضوا عليه ولا قالوا له هذول لاعبينك اجبر. لكن احنا لازم نعرف ان هذا المنتخب تعرض لظروف، يعني احنا لازم يعني نكون واقعيين في تحليلنا للامور هذه. المنتخب هذا تعرض لظروف الاصابات، ابرز النجوم اربعه او ثلاثه تعرضوا لكسور في، وان شاء الله يتشافون شاء. يعني ابرزهم الهداف ابن لاعبنا علي مروي، فاعتقد انه يعني عبد العزيز اي، فعندهم اصابات كثيره، فريق يعني بين يوم وليله انت راح تشارك يعني تعرف ابو يوسف انت اللي صار في الفتره. هذا ما يشفع لنا، لا ما يشفع يعني، ما يشفع يعني، قاعد اقول لك انا حمل يعني المسؤوليه الاولى المدرب، ومن ثم اللاعبين والجهاز الاداري واللاعبين، لكن هي مسؤوليه جماعيه. لكن المدرب اللي ما عرف يقرا المباراه من يعني خاصة بعد انتهاء الشوط الأول، عندك 45 دقيقة خصوصا يعني. المنتخب مع احترامنا يبالغ قليل الخبرة، احنا ما نتكلم كلهم هم شباب لكن قليل الخبرة بالنسبة للمشاركات، احنا لاعبينا تعرف في احتكاك في بطولات خليجية، احنا دائما يقولون لاعبينا قليل الخبرة، انا اقول دائما ان لاعبين المنتخبات الخليجية اكثر لاعبين عندهم خبرة حتى في المراحل السنية. ليش ابو يوسف؟ يلعبون بطولات خليج من تحت 14 سنة لما يوصلون، شلون قليل الخبرة؟ هو قاعد يلعب ويلعب مباريات دولية ويلعب مباريات منتخبات، وين قلة الخبرة عنده؟ وعنده دوري وعنده كاس، يعني وين قلة الخبرة؟ وعنده احتكاك، ولا بالعكس يعني احنا عندنا في مجال مفتوح عكس الدول الثانية، لاعب ال 15 ممكن يلعب مع فريق ال 17، ولاعب 17 ممكن يلعب مع فريق 19، ولاعب 19 ممكن يلعب مع الفريق الأول، فيعني هذه الأمور متسهلة له. احنا عندنا 19 يلعب مع الرديف يعني. الرديف احنا هذه السالفة احنا 23 سنة هذا بحد ذاتها مشكلة، هذه مو مشكلة، هذه تعتبر والله في الوقت الحالي كارثة للاعب، يعني لاعب مثل سيف الحشالة احترف في الشباب السعودي ما شفناه له عمره 24 سنة 23 سنة، فهذا دليل على تخبط كبير في لجنة يعني. ننتقل إلى السابقة إلى فقرة ثانية، طالما بقينا نتحكي على الاحترافيين والحشان يعتبر هو لاعب في المنتخب السعودي، عندنا كريم نادي الشباب السعودي. نادي الشباب السعودي نعم، كريم مطمور في نادي العربي، هل يعتبر صفقة فاشلة؟ صفقة فاشلة انتقال اي 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 يعني انه ما كمل، انه ما كمل خلاص الحين هو بيترك البلاد وبيمشي، يعني حطوا له طلب شروط بس ما صارت، يعني يمكن شيء منهم بس اللي صار. احنا الصفقة الفاشلة نطلق عليها اذا شفنا اللاعب موسم كامل ومن ثم نقيم تجربته، احنا اللاعب ما شفناه حتى في المباراة الأخيرة أمام القادسية قالوا انه مصاب، كان واضح ان اللاعب انه ما لعب المباراة، ما لعب، واضح ان اللاعب ما في ود او ما في قابليه انه يقعد في الكويت، ارتياحيه بعد ما في قابليه انه يقعد يعني هو مع او حسب تسهيلات. شوف اختفتي، انا اللي ابي اقول لكم ان اي لاعب محترف هني اداره النادي اذا اعطته تسهيلات وقدمت له كل شيء يبيه من المستحيل انه يقول ما بيه النادي، من المستحيل، والا احنا ما شفنا روجيريو يتمسك في نادي الكويت في هذه الطريقه، راح نادي الشباب ورجع نادي الكويت سبع مواسم، لان لا لقى الراحه، لقى الراحه في نادي الكويت. طيب العربي يعني بامكانياته بقوته بقدرته الماليه يقولون مو دافع رواتب اللاعبين بعد معقوله يعني مو قادر يوفر الاجواء فريق النادي العربي في تخبط، وعنده يمكن افضل جمهور. لا في تخبط، احنا ليش ننكر هالشيء؟ في تخبط في النادي العربي، مو بس نادي العربي، تقريبا 12 نادي 13 نادي عندنا في الكويت تقريبا في تخبط اصلا في الامور، يعني يعاملون المحترف كانه موظف عادي كيف ياخر الراتب عليه. هذا محترف جاي على فكره، يعني مع احترام للقلعه الخضراء، مع احترام للقلعه الصفراء، القلعه البيض، مثل ما تسميها، هو جاي ياخذ فلوس، هو يلعب عشان الفلوس، مو جاي عشان يلعب عشان العرب، مع احترام النادي العربي، هو هذه اصلا من اول ما ولد واحترف كره القدم في باله فقط واضع انه يلعب كره القدم الجني المال وتحقيق الشهره. نعم. مع احترام النادي العربي هو يعني لاعب في انديه ثانيه وفي اوروبا، فاعتقد الشهره هو حققها في الجزائر، اتكلم ما اتكلم في العالم، فاعتقد ان المشكله الحقيقيه تكمن في العربي في الموسم هذا، واضح عدم رضا الجمهور، مستوى الفريق يوسف هناك يعني الجمهور بدا يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصه بتويتر ايه عن المدرب. المدرب لا ابو يوسف يعني انا احنا شفنا كاس مطالب باستعاده بونيا اي كاس الاتحاد، كل الفرق لعبت بالصف الثاني تقريبا او بالرديف او في 19، من بينها السالميه ومن بينها الجاره ومن بينها الكويت ومن بينها القادسيه، القادسيه يلعب حتى مو بالصف الثالث، اكثر من الصف الثالث اللي نقول إلا العربي كان يلعب بالفريق الاول تقريبا مكتمل الصفوف، يعني ممكن علي مقصيد في بعض الاحيان، ممكن اتراغ عفوا نعم. فاعتقد انه يعني المستوى اللي قاعد يطلع هو نعم الان يعني متاهل شبه يعني الى قبل النهائي، لكن انا اشوف ان المستوى مو هزيل، حتى المحترفين يعني صراحه
يعني مفروض مع الانتقالات الشتويه احنا يعني هو الدوري هو المحك، لكن احنا نقول يعني واضح من عنوانه يعني الموضوع. فاعتقد انا اشوف ان العربي يحتاج الى اعاده دراسه. والله اليوم قريت تغريده حق يعني واحد من المغردين العرباويه عجبتني، انا ما اذكر اسمه، قال صراحه مع الانتقالات الشتويه مطمون راح يجيب لكم مدافع وسين من المحترفين شيلوه، احنا ما بنذكر عزيز علينا هذا المحترف، ويجيب لكم محترف ثاني عيدوا احمد هاي المره ثانيه الفريق، اعتقد ممكن يترتب البيت العرباوي مره ثانيه. المدرب ما تقدر تحكم عليه، كاس الاتحاد ممكن في وجه يعني في باله انه قاعد يطبق الى الان خطط معينه ما وصل للطريقه المعينه. احنا شفنا في ريال مدريد، احنا نروح كره العالميه، في ريال مدريد بنيتس في بدايه الموسم في خطه الاستعداد ريال مدريد كان فريق يعني ما له طعم، ولا الان يعني مو الفريق القوي لكن قاعد يحقق نتائج. فممكن هذا المدرب يحقق النتائج وممكن يحقق البطولات لكن ما يقدم المستوى اللي كان يقدمه بونيات. فاحنا نقول ما احنا مستعينين على هذا الامر. نعم. يلا عندك بوكيس. زين، ما هو الجديد لديكم عن يعني اللي سمعنا عن الاستقالات ويمكن قريب سمعنا حسين معرفي؟ وقبل في في شيء في البيت العربي، وقبل كان احمد عمران، احمد العمران عمران نعم، ويمكن مره ثانيه سمعت انا قدم استقالته الان امس مره ثانيه. في خلل كبير في النادي العربي يعني يجب اصلاحه سريعا جدا، وانا اتمنى يعني اتمنى من الاخوان سواء حسين معرفي او احمد العمران يتراجعون الاستقاله، لان في بدايه الموسم امر يعني خطير بالنسبه للفريق. هناك شيء يعني احنا في فعلنا خير في الفترة السابقة أن العربي بدأ ينظم نفسه بشكل مميز، لكن بالفترة هذه بالذات هناك خيط لا يعلمه حتى الجمهور المقرب للنادي العربي. هناك احنا نقول يعني في أمر غريب قاعد يحدث في صفوف القاعدة. الأمر الغريب هو كله في كرة القدم، الزعل واضح كله في كرة القدم من البداية. نصف مجلس الإدارة تقريبا ما كانوا يبون بونياك إنشال، نصف مجلس الاداره ما كانوا في محترفين ما يبون يطلعون مثل احمد الصالح، قدم مستوى مميز كخط دفاع، وتدري انت الدفاع العربي يعتبر يعني من الدفاعات اللي عاديه مو القويه في الدوري الكويتي. محمود المواس كان مقدم مستوى مميز مع الفريق، كان في زعل واضح، شافوا مستوى المحترفين اللي وعدوا فيهم مجلس الاداره انه محترفين مميزين، لقوا ان المحترفين مستواهم جدا من خلال كاس الاتحاد احنا نتكلم، نعم مستواهم جدا عادي، جدا 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 عادي. يمكن لاعبين المحليين، يمكن علي سلمان اللي راح، اللاعب اللبناني اللي هو من مواليد الكويت اللي راح نادي برقان، انا اتوقع احسن محترفين موجودين وشفت مستواه، والامانه لعب امام العربي وقدم مستوى مميز، ولاعب مميز اصلا هداف العربي في الرديف. فاعتقد لو علي سلمان خلينا محترف احسن من باقي الاسماء. لكن انا اقول كاس الاتحاد دائما ممكن يكون خادع، يعني في لاعبين نخدع فيهم نفس الغاتسي السنه طافت، اول ما يشيه وقلنا لاعب عادي، لاعب جدا عادي، لكن في نهايه الموسم كان من ابرز اللاعبين في الغاتسي. فالمحترف ممكن يكون في تعود. اما نتكلم عن الاستغالات ابو يوسف، انا اشوف ان هذا امر خطير ويجب تداركه سريعا، يجب اجتماع مجلس اداره بصوره فوريه وعاجله، رفض هذه الاستغالات ويعني من مجلس الاداره واصلاح الامر واصلاح الخلل. أنا أقول بشكل ودي بدال البهرجة الإعلامية وبدال والله اجتماع مجلس إدارة بشكل ودي، تعال احنا نعرف الكويت شلون الميانة، حب الخشم وحب يعني تحب خشمه وتراضيه، وإذا كان والله يعني احنا بالكويت دائما هذه الأمور هي تحل الأمور، لكن أما أمام الإعلام والبهرجة الإعلامية صدقني هذا اللي أثر على العربي الموسم الماضي. يعني البهرجة الإعلامية أثرت على العربي وحطتهم تحت ضغط كبير، وضعت الدوري، واحنا ما نقول وضع الدوري عشان لا يزعلون من أخو، دائما الكويتاوي يزعلون ليش تقول وضع الدوري، احنا استحقينا الدوري. إذا المطلوب من العرباوية مثل ما نقول لم الشمل، ويعني يعني ابعاد هذه الخلافات خاصة عن اللاعبين، وبالتالي فريق العربي يعني يبقى فريق كبير وأيضا معول عليه بشكل مميز لإنجاح هذا الموسم بإذن الله تعالى. إن شاء الله ننتقل من الكرة، نخلي الكرة بس تكلمنا عنها وايد، خلينا نشوف الرماية ما شاء الله تميزة، والرمات الكويتيين في اثنين ذهبية واحدة برونزية في المغرب، كيف تنظر حق هذا الإنجاز الرائع؟ كل لغام يعني دائما أقول أرفع لهم العقال صراحة، الرماية دائما يعني من اول ما يعني الشيخ سلمان الحمود استلم نادي الرمايه، وهو من تميز لا تميز صراحه، والان المهندس دعيج العتيبي صراحه ايضا متميز. طبعا الرمايه يعني تعتبر من يعني مو تعتبر هي تعتبر بالنسبه لنا هي اللي حققت الميداليه في الاولمبيه، نعم. تعتبر هي يعني الشهره لنا في الاولمبياد، فاعتقد ان الرمايه يعني مهما نقول في حقهم ما نوفي، الان هم اصلا يقدرون يحققون اكثر من كذي، لكن للاسف قوانين البطوله تسمح بمشاركه ثلاث رومات فقط. ثلاث رومات حقق، لكن ايضا يعني امس سمعت التقرير يعني عبد الله طارق الرشيدي
يعني احد الابطال قال ان هذه فعلا فرصه للتاهيل حق البطولات القادمه، وبالتالي يعني يشكرون الاخوان في يعني اتحاد الرمايه على هذه يعني الدورات وايضا تحقيقهم لكل هذه الانجازات في وفق هذه الظروف. لكن هناك فعلا ابطال صحيح، وهناك قياده صحيحه اثمرت هذه أكيد. الانجازات ابو يوسف، الرمايه يعني اللاعبين ما شاء الله كلهم مع احترام البطولات العربيه يعني هم دائما يعني دائما وهم مغمضين، يعني هم مو رامي لازم يكون بطل، هم مغمضين يحققون البطولات العربيه. لا تحسدهم بسعيد، لا اقول ما شاء الله قلت قبلها. فما بالك في البطولات العالميه، دائما احنا نحقق الذهب في البطولات العالميه ثم يكون التاهل الى البطولات الاولمبيات ان شاء الله. ان شاء الله تاهل اكثر من الاولمبيات ريو دي جانيرو، ان شاء الله الرمايه يحقق ذهبيه في اولمبيات ريو دي جانيرو. انا اقول احنا دائما نعول على الرمايه، وان شاء الله ان شاء الله الرمايه يحقق لنا الذهبيه في هذا في هذه البطوله الغاليه للاولمبياد ان شاء الله. واحنا متفائلين في منتخب الرمايه كما نتفائل دائما بابطالنا ومحققي الانجازات. نشكرك عبد العزيز جاسم على حضورك، وان شاء الله ما تنقطع الابتسامه، ونشوفك في يعني الضحى العود في موسم القادم ان شاء الله. دوما اشكركم جدا على الاستضافه. شكرا جزيلا لك. نروح حق فقرتنا الثانيه، ننتقل مشاهدينا الى الفقره الثانيه، الفقره الرياضيه حق سبعان السبعان، تابعونا. صباحكم الله بالخير مشاهدينا في برنامج الضحى العود في فقرتكم الرياضيه. راح يكون تمريننا اليوم عباره عن اللي هو تمرين المعدن. راح يكون معي اللي هو الجهاز امامكم اللي هو على شكل عجله، راح ابلش فيه امامكم. راح امسك الجهاز بالطريقه هذه، طبعا راح ياخذ لي منطقه المعده بالكامل. راح اثبت ريلي بهالطريقه، من بعدها انزل افرد الجسم بالكامل، من بعدها انزل اصعد. لاحظ معاي نزلت قاعد افرد جسمي كله، ولاحظ ان طريقه الظهر تقريبا تكون نوعا ما مقوسه، ما تكون سيده. لما انزل راح تشد معاي منطقه المعده بالكامل ايضا اللي هي منطقه الخواصر. بس ركز بانك تثبت الجهاز بايدك الثنتين على اساس تؤدي التمرين بطريقه صحيحه، وايضا الركاب تكون ثابته. طبعا ما يعني مو مع نزلتي اسحب ريلي الى الامام، لا، ريلي تكون ثابته بهالطريقه. من بعدها لاحظ لما انزل الجسم يكون ثابت بالكامل. شوف لاحظ معي، راح اسويها امامك مره ثانيه على اساس تبين معاك اكثر. طبعا بهالطريقه انا اكون حركت منطقه المعده بالكامل زائد الخواصر. الحين راح ابين لكم تمرين ثاني ايضا حق منطقه المعده نفسها مع الخواصر. راح اثبت جسمي بالطريقه هذه، من بعدها اسحب ريلي الى الاعلى. فبالحاله هذه راح تحرك معي منطقه الخواصر ايضا منطقه المعده. شوف لاحظ معي الجسم يكون ثابت، ما اثبت جسمي على الارض، يكون ثابت بالطريقه هذه. من بعدها احرك رجلي. طبعا لاحظ معي راح تكون اللي هي منطقه الجسم ثابته، ما راح تكون الى الاعلى ولا الى الاسفل. شوف لاحظ جسمي ثابت، والريل ايضا ارفعها، من بعدها استخدم الريل الثانيه. طبعا بالتمرين هذا اكون حركت منطقه الخواصر زاد منطقه المعده بالكامل. تابعونا بتمارين جديده في حلقات مقبله. فيصل الدخيل، اللقب ملك الكرة الكويتية، الميلاد 13 من أغسطس 1957، هو أحد أشهر اللاعبين الكويتيين ونادي القادسية، وشهرته واسعة على المستوى العربي. شكل ثنائياً مخيفاً مع رفيق دربه جاسم يعقوب في عقد السبعينات ومطلع الثمانينات. شارك فيصل الدخيل
في كأس العالم 1982 بإسبانيا، حاز مع منتخب الكويت على كأس آسيا 1980، كان من ضمن قائمة أفضل 30 لاعب كرة قدم خلال القرن الماضي في آسيا. شكرا جزيلا لزميلنا سبعان السبعان على هذه التمارين الرياضية اللي دائما يسعدنا فيها، ويمكن شاهدنا بالكادر اللي بعده لملك الكرة الكويتية كابتن فيصل الدخيل، هذا البطل اللي حقق إنجازات كبيرة في سماء كرة القدم في نادي القادسية وأيضا منتخبنا الوطني. يكفي أن يعني عرفونا بسبب هؤلاء الأسماء، صحيح. وكان فيصل الدخيل من سببه لأنه لعب أيضا في منتخب العالم في 82، بالتالي وما زالوا حاضرين هذين اللاعبين بالفكر والخاطر يعني، ومنهم يستفيدون اللاعبين الجدد إن شاء الله ويمشون على حذاهم إن شاء الله. نتمنى ذلك، أن يطلع لنا فيصل آخر، عنبري آخر، فتحي آخر، نتمنى إن شاء الله. فتحي موجود، أعرف موهبة جديدة موجودة على الصوت. إذن المشاهدين الكرام ننتقل إلى زميلنا غريب الغريب. غريب حياك الله ويانا في هذا يعني طلع مباشرة يعني من ثانوية أحمد البشير الرومي. سامعني يا غريب؟ حياك الله ويانا. صباحك الله بالخير أخوي محمد، صباحك الله بالخير أختي افتخار. طبعا مثل ما عودناكم برسائلنا في برنامج الضحى العود بكل ما هو يخص الرياضة وغيرها من الأمور في هذا البرنامج، اليوم متواجدين في صالة جميلة في ثانوية أحمد بشر الرومي في منطقة الدعية في صالة البولينج التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية. طبعا هذه الصالة تهتم في أنشطة البولينج وتقام عليها العديد من الأنشطة من هذا الجانب. معي الآن موجه في منطقة العاصمة التعليمية ووزارة التربية أستاذ طارق الجلاهمة. أستاذ طارق نقول لك يعطيك العافية، قاعد أشوف هذه القاعة، لكن نبي نتكلم عن فكرة هذه القاعة، شنو الأنشطة اللي قاعد تستغلها وزارة التربية في هذه القاعة؟ طبعا أول شيء نشكر تلفزيون الكويت القناة الثالثة على استضافتها البرنامج هذا ومتابعتها كما هو جديد، من ضمنها كل جميع المؤسسات من ضمنهم وزارة التربية. طبعا هذه الصالة تعتمد على لعبة البولينج، تخدم مناطق التعليمية اللي مجاز لها هي 4 مناطق، الجهرة والعاصمة والحولي، لا عاصمة حولي فروانية والتعليم الخاص. فهذه نقام عليها بطولات طبعا من التوجيه العام، هي تابعة التوجيه العام طبعا، لها بطولات معينة من التوجيه العام هي، وبطولاتها حتى بالمناطق التعليمية، كل منطقة تعليمية لها بطولات معينة تقام عليها، وهي تشمل طبعا تخدم الطالب جميع المراحل ابتدائي. طارق الشيء الجميل ان هذه الصالة يعني اليوم احنا لاعبين البولينج لهم من الانجازات وعلى مستوى المحلي والخارجي، لكن صالة مثل هذه تقيمها وزارة التربية بهذه الطريقة بهذا النظام بالشكل الجميل هذا، خلينا نتكلم عن فكرة الصالة، هل هي فقط يعني مقتصرة على وزارة التربية؟ هل يتم استعانة فيها من قبل اتحاد البولينج للتدريبات؟ نقول ايضا قامت بعض البطولات لوزارة التربية واتحاد البولينج. لما انا اقول لك توجيه العام يعني معناته وزاره التربيه هو اللي يخدم وزاره التربيه كبطولاته، هو عشان عن طريق التربيه البدنيه اللي تابع وزارتها كل جميع طلاب المراحل، فهي نشاطها تعتمد على وزاره التربيه ككل فقط لا اكثر. اما النشاط الثاني اللي هو الفتره المسائيه، الفتره المسائيه تكون مفتوحه اكثر حق جميع مثل الوزارات، مثلا جميع الموظفين، جميع البطولات الخارجيه. وطبعا الاتحاد كان سهل مهمة الاتحاد في الحصول على اللاعبين، كان يزورنا هني وياخذ ويشوف اللاعبين، كان تجمع وينقي منهم اللاعبين كانوا زينين، خصوصا اللي كان عامل هني تدريب الستاف العاملين تدريب مستوى عالي يعني، عقب ما سوى دورات وسووا لهم أنشطة ورش عمل على أساس انه يكونوا مستوى عالي، ولما يجي المنتخب او المدرب المنتخب مع الاتحاد يعرف ينقي الطالب، لما ينقي طالب طبعا خذوا منك جميع تقريبا 9 أو 8 طلاب كل سنة ياخذون منه،
إذن هذا أمر أيضا إيجابي، يعني أصبحت وزارة التربية رادف للمنتخب وتزود المنتخب البولينج والاتحاد البولينج باللاعبين. ولكن نتكلم أيضا عن الأنشطة يعني على مدار السنة، هل الأنشطة مستمرة على مدار السنة في هذه الصالة، خصوصا نحن عرفنا أيضا هناك صالات أخرى تابعة لوزارة التربية؟ طبعا هناك تم افتتاح السنة آخر العام الماضي، افتتاح في مركز البولينج في مباراة كبير. طبعا أقول لك الأنشطة هي طوال السنة راح نلعبها، في عندنا بطولة نوعين من البطولات، بطولة الأنشطة الداخلية اللي هي تابعة المناطق كل منطقة بروح، وبعدين تصير عندنا بطولة اللي هي البطولة تفوق الكأس التفوق العام اللي هو جميع المناطق تجمع هنا جميع المراحل من الثانوي والمتوسط وابتدائي، أن على أساس أن نطلع النخبة منهم اللي هم هذا النشاط بالنسبة لأنشطتهم. أما بالنسبة للطريقة الثانية في عندنا ورش عمل كذلك، نخرج مدربين، نخرج نعطي فكرة عامة على أساس أن كل معلمين اللي جايين نسوي لهم تدريب، دورات تدريبية نسويها توجيه العام على أساس أن حتى يكون مواظبين عليها، يعني حتى المدارس تي زيارة هني تدرب لاعبينها طلبتها على أساس أن تحضيرا للتفوق العام أو للدخول البطولة اللي هي الداخلية. كل الشكر لك أستاذ طارق، وفعلا صارت جميلة، ونتمنى يعني يكون هناك أنشطة عديدة لوزارة التربية مما يرجع لاتحاد البولينج باللاعبين والفائدة لبلد الكويت الحبيبة. كل الشكر. جزيل الشكر لكم، ما قصرتوا ويعطيكم ألف عافية. ايضا معنا يعني لقاء مع مدرب في هذه الصاله وايضا تابع لوزاره التربيه الاستاذ فيصل البغلي. استاذ فيصل نقول لك يعطيك العافيه، شفنا يعني بطولات ويمكن انا حضرت وياكم ايضا هنا بطولات للمعلمين للطلبه، كلمنا عن مجال التدريب للطلبه شلون صارت يعني اليوم لكم انتم كمعلمين، هل الامر اخذتوه بالبدايه كتدريب يعني عن طريق ورشات، ولا خبرتك في اللعبه خلتك تصير في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أصبح عليكم وأصبح على مشاهدينا الكرام. طبعا نتكلم عن بداياتنا في صالة البولينج، يعني هنا احنا أساسا معلمين في مدارسنا، لكن يعني أول ما افتتحوا الصالة طبعا سووا لنا دورات تدريبية ودورات تحكيمية في مجال التدريب الأمور الفنية وأيضا في تشغيل المكاين صالة البولينج. فطبعا اخذنا الخبره من مثل ما قلت لك الورشات العمليه اللي قاعده تصير عندنا اللي قاعده تنظمها وزاره التربيه، وايضا احنا هني بدينا ننظم ورشات لكافه المعلمين عشان مثل ما قلت لك اي مدرسه او معلم يكون عنده فكره لما مع طلبته تكون عنده بدايه وعنده اساسيات يعرف يعلم طلبته. وطبعا الخبره اخذناها بحكم ان ممارستنا في اللعبه ومثل ما قلت لك مشاهده البطولات، وايضا قمنا ننظم صارت بطولات على مستوى وزارات جميع الوزارات، قمنا نروح نحكم وشفنا واحتكينا مع لاعبين منتخب، فخبرتنا صارت في مجال اللعبه بحكم الممارسه وايضا الدورات التدريبيه والورش العمليه اللي قاعده تصير. نتكلم عن شروط الانتساب حق هذا النادي من قبل الطلبة أو المعلمين، هل في شروط يعني معينة للطالب يكون بمواصفات معينة أنه عنده خبرة في اللعبة أو عنده يحس نقول في لعبة البولينج، ولا فقط يكون طالب في وزارة التربية يتبع لمنطقة العاصمة نقول؟ طبعا جزاها الله خير وزارة التربية ما قصرت فتحت الصالة هذه لأبنائنا الطلبة، طبعا ما تحكم عمر معين أو سن معين أو من منطقة معينة. طبعا بداية كانت هذه أول صالة موجودة في الكويت، فكانت في لجميع المراحل السنية ولجميع مناطق الكويت، يعني ما كانت تختصر منطقة معينة، لا الصالة كانت مفتوحة لجميع المناطق وجميع الأعمار. يعني لعبة البولينج ما تعتمد على عمر معين، ممكن لاعب صغير يصير فيها لاعب، وممكن أيضا حتى اللاعب وهو كبير يقدر يصير لاعب، فهي بس مجرد ما أنه يبلش اللاعب في الأمور الأساسية. يعني احنا هني وظيفتنا طبعا ان نبلش مع الطلبه في الاساسيات مالت اللعبه، وطبعا شوي شوي ندرجهم الى ان يصلون الى مستويات عاليه. وطبعا احنا هني يعني مهمه هذه الصاله مو بس اني انا اقضي وقت فراغ حق الطالب او اني بس انا اخليه يستانس، هدف يعني الصاله هذه انه اول شيء قتل الفراغ، لا وثاني شيء انه يمارس الرياضه، وايضا قاعدين نستقطب من الجيل الجديد يطلع لاعبين للمنتخب، خصوصا لعبه البولينج يعني ما شاء الله لها شعبيه كبيره في الكويت، وعندنا اتحاد ما شاء الله من الاتحادات المتميزه في الكويت وصاحب انجازات عالميه، فاللعبه لها شعبيه، فاحنا قاعد نحاول كثر ما نقدر ان تكون مساعده للاتحاد ان نحاول نطلع لهم جيل صالح او نستقطب لاعبين جدد على اساس ان نوصلهم للمنتخب. وبالفعل يعني قدرنا نطلع فعلا اساسيات لاعبين، خصوصا الصاله
في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية عشان نقدر نطلع لاعبين، والحمد لله غريب. طلعنا لاعبين وصلوا للمنتخب. أستاذ فيصل أخيرا تشوف سامعني غريب؟ تفضل قريب. أول شيء نصبح عليك ونصبح على أيضا الكابتن فيصل البغلي، ويا ريت تقول له يعني شو اللي خلاك تترك السباحة والغطس تروح حق يعني البولينج. هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، هل هناك إقبال من الشباب يعني على مثل هذه الهواية وممارسات، خاصة أن هي تحتاج يعني صالة معينة، تحتاج أجواء معينة للإقبال؟ وشكرا لك مرة ثانية. أخونا محمد بقريص، يعني سؤال، تركت الغطس وقلت توجهت للبولينج، شو اللي خلاك تتجه للبولينج بداية؟ وأيضا يعني شلون نشوف إقبال أبنائنا الطلبة على هذه الصالة؟ طبعا نعم أخوي محمد بقريص صبح عليه، وأخو عزيز وصديق يعني من أيام الدراسة. طبعا لعبة البولينج، طبعا لعبتي أنا الأساسية هي أساسا لعبة غطس، لكن لعبة البولينج طبعا هي اللي هي ما تخص عملي، اللي أنا طبعا عارف أنا معلم في وزارة التربية، وفتحوا الصالة هذه. طبعا لما فتحوا الصالة هذه فتحوها على أساس أن لأبنائنا الطلبة طبعا، فوظيفتها أن يمسكونها المعلمين، فاستقطبونا في دورات تدريبية وتعليمية في الفنيات وأيضا في التحكيم، فأخذونا طبعا نقوا النخبة مثل ما يقولون، يعني المعلمين اللي تميزوا بالدورات اللي أخذوها، واتجه طبعا توجه الطلبة. شلون نشوف هل في إقبال أعداد قاعتيكم؟ والله طبعا يعني مثل ما قلت لك، هذه الصالة أخذت شعبية كبيرة على مستوى المدارس الكويت، ودليل على هالشيء أن قاعد نشوف طلبة حضورهم في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية، ودليل وبرهان على نجاح هذه الصالة أن بدأوا الحين يفتحون صالات جديدة. تو الحين فتحوا صالة في مبارك الكبير في منطقة صباح السالم، وللأمانة أيضا الموجودين هناك يعني على كفاءة من الدراية في اللعبة، وإن شاء الله أيضا مستقبلا قاعد يفكرون أو أنه قاعد يبلشون أنه يفتحون في كل منطقة صالة. طبعا الصالات للبنين وأيضا للبنات خاصة، ففعلا قاعد نشوف أنه خذت شعبية كبيرة الصالة هذه، ونتمنى إن شاء الله التوفيق، والله يقدرنا أن إحنا فعلا نكون على قد الثقة، وأن نقدر نطلع لاعبين إن شاء الله في بدون المستقبل في لعبة البولينج. كل الشكر لك أخوي فيصل. أخوي محمد، أختي افتخار، يعني مشكورين حقيقة العاملين في وزارة التربية، سواء الموجه طارق الجلاهمة أو الأستاذ فيصل البغلي أو زملائهم أيضا المتواجدين في هذه صالة البولينج في منطقة العاصمة، لأنه فعلا رديف. أنا اللي أشوفه اليوم هذه الصالة قاعد تعمل لنا لاعبين لاتحاد البولينج، مثل ما كان في السابق المدارس تخرج لنا لاعبين على مستوى الألعاب الجماعية، سواء في كرة القدم أو كرة اليد أو كرة السلة، وإن شاء الله من الأفضل إلى الأفضل، ونشوف إن شاء الله هذه الصالة منها لاعبين يمثلون الكويت أفضل تمثيل خارج الكويت وداخل الكويت. شكرا غريب الغريب، وشكرا وصول أستاذ الجلاهمة وأيضا الكابتن البغلي على يعني وجودهم وياك ويانا في الضحى العود. حلو أنه يعني يكون شبابنا وطلبتنا يتجهون إلى ممارسة الرياضة في كافة أنواعها، ويمكن اليوم وبالذات هذه اللعبة محمد وايد منتشرة، يعني يمكن من يسافرون برا يلعبون هذه اللعبة، أو في هني بعض الصالات يعني بالإضافة إلى هذه الصالة. فالشباب وما لها عمر معين، يمكن من 10 سنوات وطالع يقدر يلعب لعبة البولينج. أنا ما لي علاقة فيها البولينج، لا هذه منتشرة وايد، حلو أن الواحد يعني ممكن يمارسها بشكل يعني على قولتهم ما لها سن، ما تحتاج إيه، لا هي منتشرة وايد بين الشباب، بسيطة وجميلة لكن تحتاج تركيز ترى. إيه حلوة أنا بعد ألعبها ترى. شكرا لغريب والأخوان أيضا في الميكروويف. أيضا عندنا بطل واليوم يعني أحد يعني الرياضات وإن كانت صعبة شوية، لكن رياضة دريفت هي الإجراف، هو أسلوب يعني القيادة والفن والسيطرة بحيث تنزلق السيارة جانبيا بسرعة عالية جدا. انتشرت هذه الرياضة في السنوات الأخيرة بالكويت بين أوساط الشباب الكويتي، وأصبح لدينا أبطال ونجوم في هذه الرياضة المثيرة. رحب بالضيف ناصر، صباحك الله بالخير. صباحكم الله بالخير. ويانا ناصر مفلح المطيري، حياك الله يا ناصر، واحنا سعداء في وجودك ويانا. اول شيء كالعاده تشرح لنا ما هي رياضه الدريفت. صباحكم الله بالخير. بالنسبه لرياضه الدريفت، هي بلشت في اواخر السبعينيات في الامبراطوريه اليابانيه، بلشت كهوايه وتبناها البطل سوشية الياباني، وطور من اللعبة هذه وحط لها قوانين مميزة. هي أساسا يعني اللعبة جاية من اليابان. نعم، هي منشأها الأم اليابان. أي نعم. وطورها الكابتن سوشية وأضاف عليها سرعات معينة لطريقة الانجراف وزاوية معينة، وإلى
وصلوا التطوير الى اواخر السنين الماضيه قاموا يستخدمون في طريقه تحكيم الجي بي اس، فكانت وظيفه التحكم فقط انها تعطيك 5 نقاط او اقل، فكان التحكيم 100% الكتروني في الاعوام الاخيره في اليابان، وانتقلت الينا البطولات هذه في بدايه العام 2010 2011، انتشرت في الامارات واستقدمناها الكويت. نعم بس كهواية يمكن تقحيص فنانين في الكويت هي تفرق هذه عن هذه، لان التقحيص نوع من الاستهتار والرعونه. صحيح لهم بعض الانشطه كفري ستايل، لكن الدريفت يختلف اختلاف تام عن الاستعراض او هواة الاستعراض الحر. طيب ما نوع السيارات الخاصه حق الدريفت، او في سيارات معينه؟ يعني على قولة محمد يقول ربعنا شوي خلطوا الهوايتين مع بعض، الكامري والزد والاشياء الدريفت، يعني في نوع سياره معين ولا يفضل من سيارات الدريفت انها تكون ذات دفع خلفي كامل؟ أي نعم. يعني ما اكثر الشباب في الاستهتار يستخدمون الدفع الامامي او الفور ويل. أي نعم. فهذا يعني يختلف كامل عن الدريفت. الدريفت تحتاج انك سياره تستخدمها ذات دفع خلفي فقط، هذه مواصفاتها. نعم. متميزه بالهورس باور العالي او قله الويل بيس او طول الويل بيس حق السياره، وزنها الخفيف او وزنها العالي حسب قوه محركك. نعم. طيب ناصر، انت شلون بديت في هذه الهوايه؟ والله انا بديت اول شيء راليات، بعدين استقطبني البطل علي الملا حولني الى مجالات الدريفت، وبحكم علاقتي مع دول جنوب شرق اسيا حصلت كثير. يعني تعرف ياباني؟ انا اعرف اكثر شيء تايلندي. زين. فاستقطبوني الجماعه هناك وحصلت على بعض الدورات في جمهوريه الفلبين والمملكه التايلنديه وامبراطوريه اليابان. الحمد لله طورنا من مهارتنا، ولما رجعنا الكويت الحمد لله يعني كنا متصدرين المراكز الاولى جميع الاعوام. شيء طيب، شيء جميل. طيب ناصر، ما مدى انتشار هذه اللعبه في الخليج نقول عام وبالكويت خاص؟ بصراحه منتشره بشكل شاسع. صحيح انها مكلفه بعض الشيء، لكن بالخليج عندنا كذا فئه، فئه الهواء، فئه المبتدئين او الفئه المعدله، وفئه المحترفين. فالكل يقدر يشارك، سواء كانت سيارتك اوريجينال يعني ما تم التعديل عليها على اي شيء، او سيارتك كنت معدلها من ناحيه السسبنشن او الستيرنج راك او تخفيف الوزن من الامور هذه، وتقدر تشارك فيها كفئه محترفين اذا انت مقتدر وعندك الامكانيه الكافيه. طيب شنو البطولات اللي شاركت فيها واهم الانجازات اللي حققتها؟ الحمد لله كنا اول عربي يشارك في بطوله ديوان جراند بريكس. اول عربي يشارك في هذه بين قوسين. صحيح. اول عربي كويتي احنا نقول. نعم، يشارك في بطوله ديوان جراند بريكس، اول عربي يشارك في بطوله اول ستار تايلاند. ما شاء الله. وكنا حاصلين على لقب اول عربي يشارك في بطوله الدريفت الدوليه. الدريفت البحت. هذا يفصل عنا سباقات الدريفت الكامل. يعني يعني تبسيط هذه يعني الامور، بما ان احنا مو متخصصين في مساله هذه، لكن يا ريت تشرح لنا، يعني لما تقول المصطلح تشرح لنا والساده المشاهدين طبعا. نعم، بطولات الدريفت البحت مثل ما انتم شايفين بالصوره الحاليه على التلفزيون تعتمد على سرعه عاليه من الانجراف 120 فما فوق، وصلنا في احدى البطولات الى 180 كيلومتر بالساعه. الكثير من البطولات شارك فيها منتخبات دولية من اليابان ومن ماليزيا ومن سنغافورة وكوريا. نعم. واندونيسيا أيضا. اللعبة هذه تتميز بسرعتها العالية، مسافتها قليلة، طبعا مسافتها ما توصل 300 متر، يعني من بداية الدريفت إلى أول سباق أطول مسافة، ولا أن السيارة لا هو كلها يعتمد على الستايل والانحناءات وسرعة السيارة وزاوية انجرافها، ما فيها أي تايم أو مسافة معينة. نعم. حتى لما يكونون سيارتين مع بعض فيها خطورة، لأن أنا أشوف سيارتين مع بعض تكون وايد قراب من بعض. هو صحيح فيها نوع من الخطورة، لكن ما في سيارة تدخل النوع هذا من السباقات. نعم. إلا وهي طايفة عدة شروط من ناحية الأمن والسلامة. نعم. تزويدها بالقفص الحديدي، نوع المقاعد، نوع بدلة السباق، نوع الأحزمة، نوع طفاية الحريق. نعم. ونوع السائق بنفسه، يعني السائق يخضع كثير من فحوصات طبية وضغوطات نفسية. هل يشوفونه؟ هل هو متمكن من نفسه او عنده اجهادات تغير مساره الى انه يكون عنيف اكثر او يسبب حوادث او يضر الاخرين؟ طيب من هو الدعم الرئيسي لفريق ترنيدو وخاصه لكم انتم؟ يعني هذه الهوايه تحتاج اتوقع دعم كبير. صحيح. يعني حاليا عندنا المهندس محمد العنجري صاحب شركه دير اندير الملابس الجاهزه، اول علامه تجاريه كويتيه في هذه الملابس، لا كل الشكر والتحيه. اكيد. وطبعا الاهل والاعضاء الفريق اجملهم، هم دائما عندنا بجت كل سنه يحطون اعضاء الفريق حق المتميزين الفريق
يحصلون فيها على دورات الخارج أو مشاركات خارجية دعم من فريق ومن شركة ديران. طيب هذا يمكن تأخذنا يعني الواحد يكون شوي فيها فضولي مثل هذه السباقات يعني غريبة علينا احنا يعني اتكلم عن محيطنا يعني احنا غريبة علينا يوسف والله لا اتكلم عن محيطنا احنا انا وياك ناصر يعني نوع السيارة اللي تقودها وين تسوي التدريبات مالتك استعدادك للبطولة او اي بطولة تشارك فيها شلون تمارس لان هذا توقع متحرج ممارسة بشكل دوري صحيح اكثر سياره انا استخدمها هي سيارات النيسان سيلفيا والتويوتا كورولا جي تي الاولد موديل اكثر الاماكن اللي تمرن فيها طبعا اللي تطور من مهارتك نعم. طبعا تمرن خارج الكويت حلبات خاصه طبعا نعم. هذه الاماكن اللي لما تكون فيها المسارات محدده هي تطور من مهارتك وعندنا في الكويت عندنا ساحه نادي باسل السالم على الدائر السابع نوع من تفريغ الطاقات متمرن فيها يعني تسخين للبطولة لكن بتطول مهارتك تسقل مهارتك أكثر احنا نفضل نشارك في حلبات دولية برا تتطلب سرعات أعلى والكورنر يكون ضيق ومحدود يعني ما تقدر تتجاوز تطلع أوت أوف لاين طيب ناصر احنا معروف ان الشباب الكويتي مو انا وانت طبعا الشباب عندهم هواة السباق وخصوصا اذا طق المطر يعني انا واحده من الناس اعاني في منطقتي اذا طق المطر ما شاء الله عليهم وشوف السياره بس تفتر شنو نصيحتك حق الهواة يعني كيف يستغلون هذه الموهبه بطريقه صحيحه والله احنا كمتسابقين وك ان شاء الله نكون قدوه خير للشباب الكويتي الكثير منهم عنده ادرينالين يعني اوفر وما عنده مكان يفرغ فيه طاقته كافي ندعوهم انهم يتابعون متسابقينهم اللي يعتمدون عليهم أو يشوفونهم صورة مميزة لهم يشاركون معنا في ساحة أو حلبة نادي باسل السالم على الدائر السابع أينا. طبعا الحلبة فيها كثير من الأيام مفتوحة يقدرون يفرغون طاقاتهم هم الحلبة والشارع بعد مرة واحدة لا والله احنا نفضل يعني نتمنى يعني مع حركة سيف أن نبعد الكثير من هواة السيارات ومحبين سباقات السرعة عن أينا. الشوارع لأن تشوفين الشوارع أكثر كثير من الحوادث حوادث صحيح أهلنا يتعرضون للمخاطر مضايقات من السرعة وما في سيفتي يعني حقهم ما في سيفتي طبعا مهما تكون سيارتك مجهزة في مكان خاطئ هي تكون شديدة الخطورة عليك طيب عملية التجهيز هذه تحتاج تكلفة مادية كبيرة احنا نشوف يعني السيارة فيها أكيد تلغيم وفيها تواير معينة وفيها أمور كثيرة يعني تحدثنا عن هذه الأمور تجهيز سيارات طبعا في الغالب المحرك مجهز احنا في الكويت نكون مشرفين عليه أكثر لإطلاعنا على القطاع نفسها وفترة الصيانة أو أي عطل يصير معنا في المشاركات الخليجية تكون تملم في سيارتك لكن تجهيز السيارة من ناحية السيفتي والستاب والسسبنشن والفيول سيستم احنا نفضل نجهزها في الخارج مثلا الإمارات أو اليابان أو تايلند لقلة التكلفة وارتفاع الجودة هناك الناس ملمين في السباقات هذه أكثر ويركزون على عوامل السيفتي أكثر ما ودك تجازف في نقاط سيفتي أو أنك تغامر تجهز سيارتك بأقل مواصفات في الأماكن المحلية فضل عمرك في السباقات هذه نعم. احنا نفضل أن نجهز سيارات من ناحية السلامة في الخارج ومن ناحية المحركات في الكويت أساس نكون ملمين في سيارتها ما 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 مكلفة ماديا بشكل مكلفة كبير صحيح. يعني تحتاج يعني على قولتهم دعم من نوع آخر ياليت يعني تكلمنا بهذا والله تكاليفها يعني تتعدى مبالغ 10,000 دينار عشان تجهز سيارة واحدة أساس تجهز سيارة من ناحية سيفتي يعني بأقل مواصفات تبي تنافس بطولات عالمية تتعدى مبلغ 20,000 إلى 25,000 دينار 25,000 عشان تجهز السيارة هذا غير سعر السيارة طبعا غير سعر السيارة أكثر الشباب يأخذون سيارات يعني ستوك عاديات بأقل تكلفة ويشيل منها جميع الأكسسوريز ويجهز الهيكل من الزيرو هي مكلفة جدا تحتاج دعم تحتاج توتيه تحتاج مساعدة خاصة من وزارة الداخلية في ترخيص النوع هذا المركبات بالضبط يعني بعض المرات تدخل على وزارة الداخلية بسيارة جديدة خاصة بالسباق مو متقبلها فتقول لها هاي السيارة قاعد نستخدمها حق سباق ونحتاج ترخيصها فأكثرهم يعني مو ملم في الموضوع هذا فيصعبون عليك عملية ترخيصها وانت تلجأ إلى دول خليجية أخرى تسهل لك الترخيص وترد تستخدمها في لوحات خليجية طيب ناصر سباق الدريفت يحتاج إلى سائق ذات مهارة عالية وهادي وعنده هادي وعنده قدرة على السيطرة يعني سواء يعني في حركة السيارة ما شاء الله هادي شكليا هادي بس ما عاد بس ما يندرى بالحلبة ايش يسوي في بداياته أقول أيام المراهقة قحص بالشارع ولا ما قحص والله يعني كنا مستفيدين بعدين نرجع حق سؤالنا يعني أيام المراهقة لكن الحمد لله بتوجيهات الوالد وشدته معانا يعني
صرنا خوش عاجلين. طيب شو يتحققون من شطارة السائق يعني أو القائد؟ طبعا في الخارج كان عندنا فحوصات بالنسبة لعمل الألوان، كثير يشددون على عمل الألوان، في الشباب ما ينتبه اللون البريك سيارة الأمامة، نعم، فيتعرض لاصطدام معها أو ما يشوف الأعلام. هي عندنا بالسباقات نستخدم العلم الأحمر لطلب السائق انه يتوقف، العلم الاصفر انه يهدي سرعته، العلم الابيض او هذا الحكام اللي برا. اي فاكثر الشباب اذا عنده مشكله في الالوان فيا يعالج هالمشكله هذه او انهم يقصونه من اللعبه هذه. كثير من الشباب يحصل لهم دوخه او مع الحراره داخل السياره يتعرض على اجهاد واغماء، فيخضعون لكثير من الفحوصات والكثير من العوامل هذه، يتاكدون من السائق قدامهم هل هو ملم او مناسب صحيا لهذا النوع من السباقات والاجهاد او لا. اذا طاف الفحص الطبي يعرضون الكثير من الاختبارات الفنيه والقياديه في السياره، يعني يخضع تقريبا الى اسبوعين من الاختبارات هذه. اذا عداها يحصل على ليسن من الجهه المنظمه للبطوله وشهاده الحكام اللي كانوا موجودين لأهل المشاركة في البطولة هذه. هذا تعرضنا له في مشاركة في بطولة ديوان جراند بريكس في تايلند، خضعنا لتقريبا 3 أسابيع من الاختبارات هذه، بحيث أني كنت الأول عربي يشارك معهم، فما كنت ملم في اللعبة في اعتقادهم. نعم. فالحمد لله بعد ما عدينا الاختبارات وحصلنا على الليسن يعني كان الحمد لله. من خلال كلامك عرفنا أن في تجهيزات حق السيارة. طيب قائد السيارة شو التجهيزات اللي قبل السباق؟ يبعد عن الميديا ويبعد عن الشحنات والتوتر، يبعد عن المشاحنات مع المتسابقين الآخرين، يقعد مع الأهل أكثر، يجهز سيارته عدل، يتأكد من لك نظام غذائي معين، لك تمارين رياضية، تركيز. طبعاً اليوغا ما تخدمك في هذا المجال لأن أتوقع لعبتكم تحتاج إلى تركيز، يعني نظام غذائي طبعا أكثر. إحنا نركز على الفيجيتبل أكثر، نبعد عن اللحوم والكوليسترول والشغلات اللي تكون مطبوخة لأن تزيد من إجهادك وتسوي لك تخمة وانت تسوي السيارة. تمارين نمارس الجري، السايكلينج، اللعب القواري، هذا يعني يزيد من لياقتك البدنيه في الارجل وفي الايدي انك تتحكم سيارتك وعضلاتك. طيب شلون عن يعني الترشيح للاتحاد السعودي للدراجات الناريه والسيارات لك كحكم؟ ويمكن هذه يعني احنا اول مره ندي عن هذه المعلومات. والله الحمد لله، يعني احب اشكرهم. الاتحاد السعودي طبعا ملم في هذه الرياضه ويعني يركز على انجاح هذه الرياضه في المملكه العربيه السعوديه. نعم. ويود لها الافضل. هذا انت اللي قاعد تستعرض؟ هذا سؤال مطرشنا. صحيح، هذا كان في بطوله ريد بول الكويت. مالك عنده جيتي مطرشنا عنده القديم يقول راح ينافسك فيه. لا احنا بعيد عن السيارات الكلاسيك. نعم. فكان ترشيح الاتحاد السعودي لي في بطوله الفكره. يعني انت يعني متقبل انك حكم، يعني خذيت عن يعني عن خبرك اختاروك، يعني اختيار لانك عندك خبره في هذا المجال طبعا، بالتالي يريدون ايضا تسويق او استفاده من خبرتك في ايضا. هذا شيء صحيح. نعم. الاتحاد السعودي ملم مثل ما قلت لك في اللعبه هذه، وكان متابع لابطال الخليج كلهم، فشاف تقريبا اكثر خبره في المشاركات الدوليه والتحكيم والمهاره والاختلاط مع السائقين والحكام الاجانب، شافني في الزاويه هذه. نعم. فرشحوني اني اكون حكم في بطوله دريفت فورس المملكه. لله الحمد يعني أتمينا تقريبا 3 جولات من هذه البطولة، ونهاية الشهر هذه البطولة الختامية، وكانت البطولة من ولا أروع، وكانت متصدرة البطولات في المملكة، يعني في نجاح وإشراف الاتحاد السعودي. والحلبات شلون هالحلبات؟ الحلبات في المملكة صراحة جدا رائعة، يعني أكثرها خاصة لكن تخدم الكل، يعني مش خاصة للشخص نفسه يمتلكها يقول لك لا ما أخلي الناس يستخدمونها، خاصة كملاك، يعني كحلبة الريم للسباقات وحلبة ديراب للسباقات كالأستاذ صخر صديري، هي خاصة ملاك خاصين لكن يوفرونها للشباب العام وشباب المملكة لتفريغ يعني طاقتهم، تفريغ طاقتهم وأيضا إشباع هوايتهم ورغباتهم وتنظيم بطولات وإشباع هوايتهم ورغباتهم، يعني من رياضة المملكة تعاني ما نعاني احنا أيضا من سالفة الحوادث والسرعة الزائدة والأمور التجحيص، هم يسمونها تفحيط، المجتمع الخليجي كله عدل صحيح. لكن يعني
تقنينها وبالتالي وضع حلبات مناسبه صح. وافراق شحنه الشباب في هذه الامور يمكن شيء مميز. المجتمع الخليجي كله يتعرض للنوع هذا من الشباب تقريبا المستهتر، احنا يعني ندعو لهم بالهدايه والالتزام بالسباقات، فمركزين اكثر على الشباب في عمر 25 وتحت لازم تستقطبه، لازم توجهه للمكان الصحيح، اذا تشوف فيه يعني قوه في التحكم في السياره لازم دخله مجال السيارات، تشوف فيه يعني هوايته مثلا بالكرة القدم، توجه لكرة القدم، يعني تستقطبهم اذا اهملت الشباب اهملت البلد كله. فشوف يعني شوف على اليوتيوب امور غريبه عجيبه الحقيقه صحيح، يعني كثير من الاستهتار، كثير من الحوادث يعني، وكثير من ارواح نفقدها في الشارع يعني صح. نتمنى للجميع السلامه بعدهم مخاطر الطرقات ان شاء الله. طيب ناصر، كلمنا عن الكورس التدريبي اللي في اليابان وسبب اختيارك له. يعني اشكر الفريق انه رشحني اني اكون المشارك في تمرين في اليابان. اختيارنا اليابان طبيعه جبالها، واكثر الحلبات في اليابان الكورنر فيهم بلايند كورنر، يعني تدخل لفه ما بين اجبال ما بين اشجار، فيها خطوره بصراحه، فيها خطوره شاسعه. طلعين امك انا اقول الوالده الحمد لله الحين يعني قصدك انه ملت والله ملت الله يعني عايزه تقول لك بلا هاللعبه بس هي يعني واثقه تماما اني ما اخاطر بعمري، يعني اكثر من طاقتي ما اضبط، ما تعدى الخطوط ما تعدى الخطوط. فاليابان كانت طبيعتها جبليه، سرعاتها عاليه، اكثر اللفات كانت مخفيه، فالسائق لازم يلم في النوع هذا من السباقات. هذا طبعا احنا اخترنا اليابان السنه هذه على اساس احنا ان شاء الله السنه الجايه يعني بنشارك في بطوله اليابان كامله، فلازم احنا نكون ملمين في ارضهم في حلباتهم على اساس نقدر ننافس. طبعا صعب انك تنافس اهل الارض وانت غريب عليهم صحيح، فقلنا نختار ولعبتهم ان شاء الله تفوق عليهم ان شاء الله يا رب. والله ان شاء الله يعني ننافس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب شنو العراقيل اللي ممكن تصادف واحد توه بادي في هذه يعني الهوايه؟ والله واحد جديد وايضا انت شخصيا شنو العراقيل ممكن والصعوبات اللي تواجهك؟ طبعا اذا كبدايه المشوار اذا اخترت الاشخاص الخطا في نصحك التوجيه والتعليم راح تضيع. يعني انصح اخواننا اللي يبلشون في السباقات يتوجهون لاكثر منهم خبره، الممارسين المتعرضين لكثير من المشاركات الخارجيه وعندهم المام وخبره في السباقات هاي والتجهيز، يسالهم يستفيد من خبرتهم. طبعا الخبره عندنا احنا بالمجان، اخواننا ربعنا كلهم يعني قاعد نساعدهم يعني يعني بلي اي مقابل. والعراقيل اللي واجهتنا احنا في بدايه رياضه الدريفت كان عندي اخطاء كثيره في سوء التجهيز، كنت يعني مختار نوع معين من المحركات. هذه في اول مسابقه الاخطاء واجهتها ولا في مسابقه؟ لا في اول موسم، نهائي موسم كامل قضيته في مملكة تايلاند كان كله خسائر. اي نعم. سوء التجهيز. كانت أول تجربة لك في هذا الموسم؟ كانت أول تجربة. عشان كذي لازم فيها أخطاء. لازم ناكل قلة يعني الخبرة يمكن هي اللي قلة الخبرة وقلة يعني الأشخاص الملمين في الرياضة هذه اللي ينصحونك. فلما يعني احتكيت واخترت مع المتسابقين التايلنديين وجهوني ونصحوني للأماكن المعينة والتجهيز المعين والمطلوب للمنافسة، والحمد لله السنة اللي وراها كنت يعني متصدر التوب 16 مع المنافسين ل 107 متسابقين. ما شاء الله لك ان شاء الله. الله يجزاكم خير. طيب يعني انت يعني الوحيد اللي شارك في سلسله بطولات دي 1 جراند بريكس ها؟ صحيح. عدل نطقتها؟ صحيح. دي 1 جراند بريكس، كلمنا عن هالمشاركه. طبعا بطوله دي 1 جراند بريكس هي اقوى بطوله في العالم من ناحيه السباقات والسرعه المطلوبه والتجهيز وقوه المنافسين. اكثر المتسابقين يحصلون يعني يوصلون البطولات هذه البجت مالهم مليون دولار طالع. فكانت مشاركتنا بسيطة، فريق كويتي محدود، أربع أشخاص مفتقدون للدعم ناصر؟ كنا مفتقرين للدعم، كان نعم. يعني كان زيرو بجت، فيعني لما استغربوا المتسابقين جهود شخصية كنا نعم. أربع أشخاص، يعني الفريق كله كانوا أربعة في بطولة ديوان جراند بريكس. والعادة الفريق يحتاج كم؟ تحتاج أنت 15 عشان تغطي وقت الصيانة المطلوب، تسوي لك تيم كامل. نعم، وتحتاج 15 نفر، أنتم في أربع أشخاص كلهم كويتيين شباب. كلهم كويتيين شباب. ما شاء الله. كان عندك خمس دقائق يعني للسيرفس، اي عطل يصير لك عندك خمس دقائق بس. تتبدل توائر، تتصلح الماكينه، تتبدل الجير بوكس، تتبدل الدفرنشال. عندك خمس دقائق. فكانوا كثير من السائقين اليابانيين يتعجبون، يقول لك يعني انتم اربعه يعني نشارك يعني يعني جاي شو انت ولا صدق منافسنا؟ لا ان شاء الله مشاركين وياكم. فشوفون تجهيزنا بسيط وسياره يعني الهورس باور مالها قليل. فانصدموا ان احنا كنا من الاوائل المتاهلين في البطوله. نعم. فكان يعني شيء صاعق لهم،
وهذا زاد يعني احتكاكنا وتواصلنا مع السائقين اليابانيين، والحمد لله يعني كان تواصلنا مره يعني ممتاز، ويعني اكثر ما تقول عائله صرنا الحين. زين، شنو طموحات ناصر في هذه النوع من الرياضه؟ والله ان شاء الله يعني نحصل على بطوله دي 1 جراند بوكس، نحصل على الكاس مركز الاول ان شاء الله. طيب كلمنا عن هذه الانجازات وما شاء الله الدروع اللي هذه بعض الانجازات مشاركاتنا الخليجيه والمحليه. طبعا السيلفر كان في بطوله دريفت تشالنج المقامه في قلت فيسبوك خرجنا يركز على يعني الدروع اللي يعني على اليسار. اي نعم، كان في بطوله دريفت تشالنج اقيمت في قريه صباح الاحمر التراثيه. نعم. اللي هو الدرع هذا؟ لا، اللي صار اول واحد علينا. نعم. اي نعم. والدرع اللي بالنص كان اخر بطوله لبطوله ريد بول كار بارك دريفت 2014، الحمد لله حصلت فيها على المركز الاول للعام الثاني على التوالي. يعني كان يعني شيء يعني جدا ممتاز. بطوله تعتز فيها؟ بطوله اعتز فيها. سنتين على التوالي كنت مسيطر عليها ولله الحمد. واللي على اليسار؟ واللي على اليسار كان في بطوله ديك سيلف مهرجان نادي بطولة ديك سيلف. ديك هاي كويتية؟ نعم. من الاسم. من الاسم. فالحمد لله حصلنا فيها ايضا على المركز الاول، وكان فخر لنا والفريق يعني حصل على كثير من الدروع والكوس في هذه البطولة. ما شاء الله، اتمنى لك التوفيق يا ناصر، ويعني الحقيقة انت يعني وجه مشرف وايضا تتميز بالهدوء. صحيح. الحمد لله. الله يتمم عليك الصحة والعافية ويحفظك حق اهلك ان شاء الله يا رب العالمين. الله يجزاك خير. شنو كلمتك الاخيرة اللي تحب توجهها للداعمين؟ وايضا للشباب القادمين لمثل هذا النوع من الهوايات. للداعمين احب اوجه لهم كلمه شكر، اشكركم على تعاونكم ودعمكم و يعني شده ايدكم الى السائقين والمتسابقين الكويتيين، وهذه الانجازات بالنسبه هي انجازاتكم وانجازاتنا وانجازات البلد، والحمد لله انها كانت في مكان امن ومشرف. نصيحتنا للشباب ومحبين رياضه المحركات، ابتعاد عن سباقات الشوارع، عدم استثار رعونه وتعريض حياه الاخرين خطر. اذا كان عندك اي طاقه او موهبه في رياضه المحركات اتجه الى حلبه باسل سالم او اي من الاماكن المخصصه من هذه لهذه الرياضات، وكن داخل مكان امن يعني تحفظ غيرك ونفسك. تحفظ نفسك وغيرك. نعم. وما تعرض يعني اهلك لاجهادات نفسيه يحاتونك وانت أكيد. وين كنت وين صرت؟ فكثير من الشباب يعني تعرض لحوادث، يعني يطلع من بيتهم سليم يرجع معاق، او يطلع من بيتهم سليم يرجع متوفي. فالله يحفظ الجميع ويبعدهم مع خاطر الطرقات. واي احد او اي شخص سواء مواطن كويتي او خليجي او اي شخص مقيم داخل الكويت او في دول مجلس التعاون الخليجي يبي اي نصيحه ويبي اي مساعده في هالنوع هذا من الرياضات، فريق تورنيدو كامل بجميع سائقينه وجميع خبراته بالمجان لكم، بس لا تعرضون حياتكم للخطر واستهترون في الشرق. دعوه حلوه ونصيحه حلوه من بطل مثلك ويمتلك الهدوء الرائع بصراحه، والله يوفقك ان شاء الله ويحفظك حق اهلك يا ناصر. الله يجزاكم خير. ناصر شكرا جزيلا لك، والحقيقه يعني انت ليس فقط بطل في هذه النوع من المسابقات مسابقه الدريفت، لكن انت ايضا نموذج نتمنى ان يعني يحتذى به بالنسبه للشباب القادمين لهذه الهوايه. شكرا جزيلا يا ناصر. الله يجزاكم خير. يعني وانت محقق كل طموحاتك ان شاء الله ويانا هني في الضحى العود. الله يجزاكم خير ومشكورين على الاستضافه الحلوه في برنامج الضحى. شكرا جزيلا. يعطيكم العافيه. لك محمد، ننتقل الى استاذ راشد الحيان. نروح حق زميلنا راشد الحيان، هو ومع الرشيد ترى اعزاء على قلبي جدا. انا كلهم ربعك. كلهم ربعي. فبالتالي يعني دائما يحققون او يقدمون لنا يعني فقرات في التاريخ والاحصاء، نشوف شنو عندهم اليوم ومن ثم لنا عوده ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في الفقرة الرياضية من برنامجكم الضحى العود. اليوم راح نتكلم عن مباراة جدا جدا من أجمل المباريات اللي لعبها منتخبنا الوطني في تاريخ الرياضي. ممكن الظروف خدمت المنتخب المنافس هو المنتخب السعودي في هذه المباراة هذه، يعني منتخبنا ما كان مؤهل. أنا راح أتكلم عن مباراة منتخب الكويت الوطني مع المنتخب السعودي في دورة الخليج الثامنة في البحرين سنة 1986. طبعا الكل يعرف أن كان النشاط الرياضي موقف قبل هذه البطولة. قبل البطولة بأسبوع تم إسناد مهمة التدريب إلى المدرب الوطني القدير صالح زكريا من قبل الاتحاد الكويتي برئاسة السيد العم عبد العزيز المخلد أبو خالد.
طبعا الفريق ما يمدي يعني يقيم مباراة تجريبية أو يسوي استعداد للبطولة، فلعب مباراة وحيدة أمام منتخب أيسلندا، واستطعنا نحن نفوز على المنتخب الأيسلندي في استاد نادي كاظمة، يومها حضر الجمهور وكان الملعب مليان لدرجة أن الجماهير دخلت داخل في المضمار. يومها فاز منتخب الكويتي بهدف وحيد أحرز اللاعب فيصل الدخيل من ضربة الجزاء. بعدها رحنا البحرين، المباراة الافتتاحية للمنتخب الكويتي في البطولة كانت أمام المنتخب السعودي، ومنتخب السعودي وقتها كان منتخب قوي، كان بطل آسيا وكان ممثل آسيا في لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية، وكان محقق انتصارين على المنتخب الكويتي، انتصار 4-1 وهي هزيمة كارثية بالنسبة للمنتخب الكويتي، وخسارة وفوز للمنتخب السعودي أيضا في كأس آسيا بنتيجة 1-0. طبعا المباراة قيمة في استاد الوطني في البحرين، حضرها جمهور كثيف، يعني جمهور غفير من المنتخب السعودي، اعتقد ان كانوا سيرين 48 باص دورين من على الجسر، جسر الملك فهد، وكان الجمهور السعودي يعني قرب المملكه، المملكه العربيه السعوديه من مملكه البحرين، فكانوا الجماهير متواجدين من الصباح الباكر. يعني الاتحاد الكويتي كره القدم سير رحلات جويه لهذه المباراه. طبعا بدا الشوط الاول، الشوط الاول كان فيه جس نبض وكان المنتخب السعودي مسيطر، الجماهير الكويتيه للحين ما حضرت المباراه، كان فيه تاخير بالرحلات وللحين ما حضرت. طبعا مع بدايه الشوط الثاني بينت حنكه المدرب الوطني صالح زكريا بادخال النجم في ذلك الوقت مؤيد الحداد كبديل ناجح مكان اللاعب عبد العزيز العنبري. استطاع منتخب الكويت احراز الهدف الاول عن طريق اللاعب فيصل الدخيل من ضربه جزاء. طبعا بعدها تسيد منتخب الكويت الملعب، انطرد اللاعب السعودي اللي هو عبد الرحمن الرومي، بدا منتخب الكويت يتمكن من السيطره على زمام الامور في المباراه. استطاع اللاعب عادل عباس قلب دفاع النادي نادي الكويت والمنتخب الوطني باحراز الهدف الثاني من تبريره جدا راقيه من اللاعب مؤيد الحداد. بدأ المنتخب الكويتي يهيمن على أرضية الملعب، بعدها تقريبا 4 أو 5 دقائق استطاع اللاعب يوسف سويد إحراز الهدف الثالث من نقلات حلوة جميلة يعني بين مؤيد الحداد وفيصل الدخيل. استطاع مؤيد الحداد أن يتلاعب بالدفاع السعودي ويمرر تبرير عرضية للاعب يوسف سويد، استطاع من خلاله يوسف سويد إحراز الهدف الثالث. آخر دقيقة تقريبا استطاع المنتخب السعودي تقليص النتيجة عن طريق اللاعب ماجد عبد الله، إلا أن المباراة انتهت ب3-1، وكان المنتخب السعودي منتخب الكويتي متسيد المباراة، وكانت المفروض النتيجة تقول لأكبر من كذي، يعني مو أقل من 6 يفوزون المنتخب الكويتي، لأن المنتخب السعودي ما كان في يومه ذاك اليوم بذيك المباراة. طبعا بعدها منتخب الكويتي صار نحو البطولة، لأن الناس أكثر النقاد قالوا ان هذا نهائي مبكر في البطوله اللي هو لقاء المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي. استطاع المنتخب الكويتي بعدها كمال مسيرته الى ان احرز اللقب. طبعا الى ان نلقاكم ان شاء الله في مباراه اخرى او ذكرى حلوه ان شاء الله، تقبلوا تحياتي، مع السلامه. ننتقل إلى نوع آخر من الرياضات، ننتقل إلى مشاهدينا إلى نوع آخر من الرياضة وهو الكاراتيه، فإنجازات الكاراتيه متواصلة بفضل التخطيط السليم من قبل المسؤولين وتحفيزهم لنجوم الكويت، ونحن نعيش حاليا فعاليات بطولة الاتحاد الأولى الشاملة لفئات الأشبال والناشئين والشباب والعمومي، ويسرنا الحديث مع الكابتن علاء الحواج عضو لجنة المسابقات ومدرب المنتخب الوطني الكاتا. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير ومشكورين البرنامج هذا، واحنا طبعا مستانسين، تعتبر ثالث استضافة حق اتحاد الكويت الكاراتيه، وهذا حافز الاتحاد نفسه، وان شاء الله احنا شوف دام كابتن دام تحققون بطولات تحققون انجازات طلعوا لنا نشء جميل وجيد في هذه اللعبه، فتستاهلون اكثر من هذا، وانتم يعني من الناس المميزين ان شاء الله، ونتمنى لكم يعني جدا التوفيق في المراحل والبطولات القادمه، وانت ايضا من كباتن
اللي على مستوى يعني نتمنى لك التوفيق كابتن. يمكن راشد قبل قليل راشد الحيان تكلم عن بطوله جميله. نعم. بطوله 86 في كاس الخليج واللي حقق منتخبنا فيها هذه الكاس بعد غيبه يمكن فتره طويله. واحنا دائما نقول ابطالنا ما ننساهم، ونفس الشيء في الكاراتيه والكاتا اليوم ويانا ايضا بطل وكابتن يعني معروف. كم بطوله عندكم محليه في الموسم؟ خلينا نتكلم في البدايه نفرش محليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للموسم الرياضي اللي هو احنا شغالين فيه اللي هو 2015 2016 عندنا اربع بطولات احنا وزعناهم على اساس ان يكون اربع بطولات شامله. نعم. كل بطوله بالفئات كلها، مثل الحين احنا شغالين بالبطوله الاولى الشامله اللي تصير فئه الاشبال. نعم. والناشئين والشباب والفئه العمومي، ناخذها تقريبا على 12 او 15 يوم حسب توزيع البطوله. طبعا احنا سوينا البطولات الشامله هذه على اساس ان اغلب المدربين كتجارب مواسم السابقه الامتحانات والعطل والشباب ما يتدربون، وكان بين فتره بين كل بطوله وبطوله فتره صغيره، فاحنا اجتماع لجنة المسابقات ومع أمين أسرة الاتحاد أن قدرنا نسوي البطولات الشاملة تكون أربع بطولات. نعم. وضغطناهم على أساس أنه بين كل بطولة وبطولة شهرين أن المدرب يأخذ راحته بجميع الفئات لتجهيز اللاعبين، يقدر يجهز اللاعبين وما يكون عذر، وابتعدنا عن الامتحانات والمشاركات طيب الخارجية. طيب كابتن ليش أربعة؟ نعم. ليش مو أكثر أو أقل؟ مو احنا على اساس ان مرتبطين بالهيئه والنقاط. نعم. ما نقدر نزيد او نقل، كون في الانديه في انديه تبي ثلاثه، ولكن احنا على اساس نحسب النقاط. اي نعم. لازم نحط المسابقات تكون بالعدد هذا. طيب مردود يعني هذه الاربع بطولات على الانديه والمنتخب اكيد شيء طبيعي. شنو مردودها؟ مردودها شيء يعني احنا قاعد نستفيد منه ان اللاعب سنه كافيه كابتن. اكيد انا اشوفها وايد زين. احنا نعم. جربنا الاربعه وجربنا الثلاثه وجربنا الاقل بعد. نعم. تقريبا هذا اللي قاعد نوزع الحين اللي هو الاربع البطولات بينهم مشاركات الخارجيه ونبتعد عن العطل، هذا قاعد يزيد المستويات ان اللاعب يكون على طول يتدرب، هذا قاعد كله قاعد يغذي يعني بين بطوله وبطوله عندنا مشاركه خارجيه تصير كذي. نعم. فهذا كله اللاعب انه طول الموسم ما راح يوقف تمرين، فإن كان النادي أو الاتحاد هذا الجانبين مستفيدين من هذه الشغلة. طيب كم عدد الأندية اللي قاعد تشارك في هذه البطولات؟ يعني الكاراتيه احنا الحمد لله رب العالمين كنا احنا 13 نادي، هذا شيء ممتاز ان لعبة الكاراتيه هذه اللي يشاركون فيها كل الأندية هذه، كنا 14 فهي الشطر بالفريق لأسباب معينة. ولكن احنا نفتخر كاتحاد الكويتي للكاراتيه انه قاعد يشارك بالأندية هذه كاملة، هذا شيء هم يعتبر هذا انجاز من انجازات للعبه الكاراتيه. طيب. اللي قاعد ترتقي ويرفع مستواها كابتن هذا. يعني انت تشوف في يعني نش قادم ابطال قادمين واعدين شباب صغار طلعوا من تحت ايدك انت وايضا المدربين الموجودين. الشيء الحلو ان كل سنه يطلع لنا بطل او بطلين او ان كان بالقتال او بالكاتا. نعم. الانديه ما شاء الله شغاله صح، مدربينهم زينين ويون عند الاتحاد يرفع مستواهم كمشاركات خارجيه، فاحنا قاعد نشوف الانديه مهتمه وايد. انا قاعد اقول لك 13 نادي معناتها انه قاعد اللعبه قاعد ترتقي، قاعد تصير اقوى واقوى. شيء جيد. قاعد نحتكر بالبطولات الخليجيه او اي بطولات ثانيه، قاعد نحتكر بال يعني عشان لا يزعلون لاعبين الكبار، قاعد نحتكر بالميداليات حتى العالم، حتى كاس العالم بالفئات الصغيره اكثر. عفوا. فهذا شيء زين يعني هذا انه كل بطولة قاعد نكتشف لاعبين يدد ناخذهم ونطورهم للمشاركات الخارجية. هذا شيء طيب. هل الاحتكار يعني بعد يتضمن أسامي معينة؟ في أسامي معينة ولا لا؟ يعني بنشوف أنه شخص متألق وما شاء الله عليه وزين. احنا طبعا عندكم معلومة، خلطكم معلومة أن احنا لما نشارك برا لازم لاعب واحد. نعم. اي نعم. نفس اللاعب كل مره تشارك فيه، هذا احتكار يعتبر؟ لا ما يعتبر احتكار. يعني خلينا نقول الموسم احنا نحسبها على كمدربين منتخب نحسبها على المشاركات اللي بالدوري، شلون انا اختار اللاعب. اي نعم. شلون اختار اللاعب، فانا قاعد اشوف في تنافس اكثر لما يجي واحد على الاول الثاني او مجموع الميداليات الاربع ميداليات هذه انه يتنافسون، هذا كله مردوده علي انا حق اختيار المنتخب ان كان قتال او كاتب. فأنا أكون صريح، في عندنا بعض المسابقات لا يصير فيها احتكار كون اللاعب ممتاز ومقابل نفسه. نعم. في بعض المسابقات لا، مرة هذا يفوز مرة هذا يفوز، فإحنا
نسوي تصفيات بينهم حق المشاركات الخارجية. طيب شو الفرق بين كاتا والكوموتي؟ يعني احنا نعرف كاتا الكوموتي. الكوموتي هو القتال. القتال بشكل القتال اي بشكل طبيعي القتال في نقاط في في شيء مميز بهذا وغير مميز بهذا، اما في هناك طبعا يجمعون لعبتين. وشوف اذا نرجع للكاراتيه قبل يعني قبل كان اللاعب يلعب هني وهني، ولكن الحين مثل صار تخصص اكثر، صار تخصص على اساس ان الواحد يشارك برا اكثر. ما اقدر اتكلم عن القتال او الكاتا، ثنتهم لعبتين زينين يعني اكيد، بس كل واحد يتميز، شخص يتميز بهاللعبه وشخص يتميز بهاللعبه هذه يعني عشان لهم خاص حق اللاعبين بعدين اكيد. بس هذا اللاعبين في لاعب طيب يلعب اللعبتين يعني نادر حتى حتى برا الكويت نادر، حتى برا الكويت برا الكويت نادر يعني ما يصير عند المان باللعبتين. هو بالاساس لازم يعني احنا خلينا نقول ان انا عشان اخذ حزام اصفر و و و لغايه الاسود لازم العب كاتا. نعم. لأن هي الأساس، أساس الكاراتيه لازم عشان أنا أختبرها. فعندهم عندهم يلعبون الطريقتين، ولكن عشان أنا أشارك برا يعني مثلا الدوري تلاقي في وايد لاعبين، أو الدوري الخارجي داخل البلد لا تلاقي يلعب اللعبتين، لما يشارك برا لا لازم أتخصص، لأن الكاتا عضلاتها طريقة لعبها غير، والقتال هم تفكيره غير، وأنا قاعد على بلعب على حق وزن معين فلازم أنزل الوزن وأحافظ على وزني، أو الكاتا شلون طريقة اللعب والطريقة هذه، فلازم أتخصص عشان إني أقدر أحصل على إنجاز. كابتن في تنافس بين كابتن الكاتا والكوميتي؟ ما تصير هذه. قصد أساس تحقيق النتائج. إن حق النتائج. شيء في منافسة تحقيق النتائج نعم. هو شيء طبيعي بس مثل ما تنافس شريف يعني إن أنا قدرت أحقق هالبطولة وأنت قدرت تحقق هالبطولة يعني. إيه. هذا كله قاعد يصب على. نجرة بس إيجابية احنا نسميها إيه، بس هذا كله نرجع حق الكويت يعني أنا لا بتحسبه لما نطلع من أي بطولة النتيجة تطلع أن الكويت هالكثر ميدالية هالكثر، ما يقولون الكاتا أو الكوميتي نعم. فهذا مثل قاعدة جانبية ها أنا إيه. فزت أنت نفس القاعدة الجانبية اللي بنقعد وياك بعد شوي عندنا إسماعيل الحميد يبي يتعلم شوي الكاتا شوية. نروح حق مشاركاتنا القادمة منتخبنا، شنو المشاركات القادمة وشنو تأملون من هالمشاركات؟ عندنا أول مشاركة اللي هي دورة الألعاب الخليجية الدمام اللي هي تاريخ 21 يومين فقط اللي قريبة يعني قريبة وايد. من بعدها عندنا بطولة العالم بجاكرتا هذه بشهر نهاية 10 عفوا نهاية 11 بداية 12 يعني تقريبا كذي. من بعدها ينتهي الموسم اللي هو الموسم الاتحادات ومن بعدها عندنا شرم الشيخ اللي هي كرة تايوان، عندنا فرنسا كرة تايوان، هذه كلنا نمشي فيهم، هذا مشوار حق العالم اللي بعدها ان شاء الله بالنمسا. شنو تأملون من هذه المشاركات وشنو قدرة شبابنا لتحقيق الانجازات؟ انا دائما اكثر اللقاءات ما احب اتكلم ولكن نوعد خير يعني، يعني الكويت ان كان قتال او كاتا الحمد لله اللاعبين نتائجهم هي اللي قاعد اتكلم عنهم. نعم. ولكن الواحد يتوكل على الله اول شيء. اكيد. يعني احنا نقدر نقول ان احنا الكلمه هذه انا احبها مهما الانتقادات، احنا اسياد اسيا واسياد الخليج بانجازاتنا بالشباب اللي قاعد يلعبون ونثق فيهم يعني. طيب مدى اقبال الشباب؟ يعني احنا نقول اليوم وبعد يعني وجود الالعاب الجيمز صحيح يمكن هذه ابعدت كثير يعني من الشباب الصغار، وهذا شيء نعاني منه كلنا، عن ممارسه اللعبات الحرة احنا نقول خاصة في الهواء الطلق، ومنها يمكن الكاتا والكوميتي. في اقبال، في تحس ان انت في فعلا يعني ناس جايك كابتن نبي نتعلم هذه اللعبة، كابتن نبيك تعلم، حتى لو ما كان في تنافسي في البعض يريد يعني خوض التجربة. ترى محمد في بعض المدارس عندهم حصة حق الكاراتيه بس علم الخاص، يعني انا أكيد. عيالي من النوع اللي ايام المدرسة كان عندهم حصة كاراتيه وتعلموا اساسية اللعب يعني نعم. اللي هو افتكر اقروا حصة الكاراتيه بالصف الثاني عشر يعني اي المدارس الخاصة اي كان كنا احنا بعض مدربين الاتحادات كنا نطلع المدارس و المدارس. ممكن نتمنى هذا الشيء نلاقي في المدارس الحكوميه ايضا يعني هذه لا انا اتكلم عن المدارس الحكوميه مو الخاصه اي نعم الصف الثاني عشر كان في حصه يعني يعطونهم نسبه حق كلامك حق اول مقابله انت تقول عن الاقبال نعم الاقبال الجواب 13 نادي 13 نادي احنا نفس الاتحادات الثانيه فيها قد يكون 13 نادي بس الاعداد قليله لا مو شرط لا نبي احنا الاعداد وتشوف مو شرط يعني ان شاء الله تشرفونا بالاتحاد وتشوفون احنا شغالين وتشوفون الجمهور وتشوفون عدد اللاعبين طبعا انت قاعد تتكلم عن الكويت نعم. دوله صغيره وعدد سكان ما
يعني احنا بنقول مثلا بالبطوله اذا شاركوا فيها مثلا عدد 200 شيء زين هذا، ولكن احنا نتكلم عن ان اذا 13 نادي مشارك معناتها لعبه الكاراتيه صاحيه وقويه وشيء زين بخير ان شاء الله باذن الله. طيب توقعاتكم شنو، تمنياتكم شنو، الشيء اللي يعني ممكن توفره الدوله او الاتحاد بشكل اكثر، يعني اذا هناك عراقيل هناك صعوبات تلاقونها، يعني خاصه احنا ممكن نعاني من التفرق الرياضي او التفرق هذا بشكل عودة يعني في كل المجالات الرياضيه. هذه الكلمه الكل يقولها كل المجالات الرياضيه الكل يقولها. ان شاء الله ان شاء الله نتفائل خير اكثر. احنا ناطرين طبعا بهم، عندنا صاله جديده راح تنبني، احنا صالتنا معنا الصاله اللي عندنا زينه، ولكن في ان شاء الله مشروع صاله كبير اكبر من كذي، لان نعاني من صاله الاتحاد اللي احنا شغالين فيها، يعني فيها صالات صغيره حق تسخين و ان شاء الله نتمنى تكون عندنا صاله اكبر من هالشيء هذا والدعم الزايد، ونتمنى التكريم اللي هو بعد البطوله على طول، هذا وايد يرفع النفسيه. وانا عندي شغله اتمناها انه يدعمون كل اللعبات الفرديه، مو بس اللعبات الفرديه. ما شاء الله شباب الكويت وطموحين وفيهم نفس ويشتغلون صح. يعني اللاعب اللي ياخذ ميداليته على طول يكون له برنامج تكريمي حقه يعطيه دافع اكبر واكبر. اذا سؤال اخير اسمحي لي. تفضل محمد. يعني النساء او البطلات الكويت او فتيات الكويت لهم حضور في هذه اللعبه؟ هم اللي عارفه ان في بنادي الفتاه في كاراتيه هناك. نعم. طبعا ما عندنا معلومات عنه هناك، بس هم عندهم هناك تدريب كامل المعلومات لنا حسب هناك. احنا نشوف يعني في الدورات الاولمبيه ونشوف في البطولات العالميه المراه حاضره وبالتالي تحقق لدولتها ميداليه. والله انا ما اقدر اتكلم، احنا الريايل والصبيان ما في خوف عليهم. اي انا ما اقدر اتكلم باسمهم، ولكن احنا ما عندنا مشاركات نسائيه يعني قويه صراحه، خاصه بلعبه الكاراتيه. نعم. تعتبر نادره قليلا. اي نعم. تعتبر نادره، فما اقدر اتكلم باسم ناديهم يعني بصراحه. ان شاء الله نشوفهم بالمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. يعني استاذ انا بساله بس اذا واحد يعني الشباب في اقبال حق الشباب عندكم شلون الطريقه؟ نفرض واحد عنده الهوايه وحب هاللعبه. الانديه مفتوحه. الانديه عندكم. اي الانديه مفتوحه. نعم. والكل قاعد افتكر قاعد يشوف تسجيل فيها. يعني يصير شيء عن طريق الانديه بعدين ان شاء الله عندنا بالاتحاد. يعني غير يعني الانديه الخاصه طبعا. اي نعم. كابتن علاء الحواج شكرا جزيلا لك على حضورك ويانا في الضحى العود، نتمنى مره ثانيه نشوفك ابكر شويه ان شاء الله، مو متاخر. ان شاء الله. على اساس انه ناخذ ونعطي وياك اكثر، وايضا يحققون يعني ابطال الكويت وخاصه من الشباب، يعني طموحك الشخصي وايضا طموحنا كلنا كجماهير ومتابعين اللي راية الكويت، اتمنى ان تكون دائما خفاقه من خلالكم وايضا من خلال جميع اللعبات الفرديه والجماعيه. ان شاء الله مشكورين على الاستضافه هذه، واتحاد باسم الاتحاد الكويتي اشكركم، وان شاء الله نوعدكم للافضل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا وصلنا للنهايه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام كانت يعني ما نقول احنا ختامها مسك مع كابتن علاء الحواي، وان شاء الله باذن الله نشوف مره ثانيه تبنا عاد وياك ناشئين وشباب محققين ميداليات ان شاء الله. ان شاء الله. وصلنا معكم مشاهدينا الختام، استودعكم الله ونشوفكم باكر ان شاء الله انا وزميلي محمد بقريس في فقرات جديده. الى اللقاء.